are you? Hello, Mahmoud. كيفك انت؟ انا ماشي. على فكره بالانجليزي ولا بالعربي؟ لا لا فيك تسويتش بس انه يستحسن بالعامي. العظيم. اوكي اتفضل. اصلا يس سو كنت عم تقول لي عامل لك ليم دبرس عم تقول لي عم تخبرني ايه انا مقيم بفرنسا وصار لنا هون شهر ونص علقانين بالبيت. قوانين الكونفاينمنت هون شوي قاسيين، ما في الواحد يظهر الا للحاجه. ف الشيء الوحيد اللي انا شايفه بالشهر ونص الماضيين هو بيزاجات رائعه مثل السوبر ماركت والصيدليه والرصيف، طب منيح. هيك اشياء حلوه بتفرح القلب. حتى مقفلين انه في عندك مثلا بارك مهضوم قد ما محل شقتي ومقفلينه. ف ماني عم مانع، بس عم فسر لك ليش طاقتي شوي منخفضه هالايام. ايه عم بلشت تحكي مع الحيطان ولا بعد؟ ها هو انا من قبل كنت عم بحكي مع الحيطان، بلشت اتخانق مع الحيطان هلا. شفت لك ال I think you know Instagram stories that you shared on Twitter they were actually funny how to wash your hands etc. عم حاول كون هيك كتير قوي، عرفت انه انا لا هول الانستا هيدي الانستغرام هيدي سيريز صار عندي اياها من زمان، من اكثر من سنه. لاحظت السنه الماضيه انه كل ما افتح الانستغرام تبعي بحط ستوريز بلاقي الناس عم تعمل اشياء كتير قويه، واحد عم بيعرب الجبل، واحد عم بنط البركان، واحد عم بيسبح عم بيغوص عم بيصطاد اخطبوط تحت الماي. قلت واو رفقاتي كثير قويه. وكل ما افتح انستغرام ستوريز واحد قاعد باليابان مش محل، قلت انا كمان رح اكون كثير هارد كور. فبلشت اعمل انستغرام لايف هارد كور مورنينج مومنت، صور حالي انه هاي ايفري ون اليوم انا رح اكوي ثيابي، صور حالي عم بكوي ثيابي بحط موسيقى كثير هيك مثل تا 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 تا. رجع انه اوكي جايز انا اليوم رح اعمل الجليات، مش هيك بعمل الجليات. في فيتشر على انستغرام لما تكون عم تعمل ستوري على انستغرام بحط موسيقى، فبنقي هيك بعمل سيرش لميتاليكا بحط ميتاليكا. فدرجة وصار عندها فولوينج هلا، صار في ناس يعني انه بليز بعت لي انستغرام لايف هارد كور مورنينج مومنتس. ايه هيك القصه. اي wasn't aware of that. فكرته شيء جديد الانستغرام ستوري. لا هو هيك سوري. ايه نايس. كمان عندي قبل ما اسالك اسئله خاصه بالاشياء اللي عم تعملها. سو باريس ولوك داون ممنوع حتى تظهروا فور ووك. فيك تظهر ماكسيموم ساعة ومش أكتر من كيلومتر من شقتك. صرت شايف، صرت حافظ الحي. أنا حي أنا هون لك، أنا ماني عايش بقلب باريس، عايش بالضاحية، فكله بس بيوت فرنسية كتير مرتبة وبس. فما بعرف إنه شوي الشيء ثقيل كمان لأنه صار ببداية الربيع. لا مش ضروري، يعني في ناس عم تموت بالمستشفيات. ماشي. ايه which brings me to the point اللي عم شوف اليوم الطقس حلو كمان عنا، يعني it's a really nice weather to be quarantined. فخامة يعني مع الشمس. and انا مش عم كمان عم بس مطقس دايما بجنن بلبنان. يا بس انه لما تكون الشمس طالعه صار لها فتره، يعني صار لها شيء 3 أسابيع ما كتير عم تطلع الشمس، ويعني عم بتشتي ما بتشتي. مش عم اقول لك انه اذا منيح ولا لا، بس انه هلا it's actually a good weather to go out for a walk. بس انه انا عم تفزلك على كل حدا عم يظهر for a walk and they're actually arguing انه لا ما فيك وما بعرف شو. طب ايه بس ما اذا كلياتنا ظهرنا for a walk ببيروت اللي هي هالقد قدها، يعني بنصير فوق بعضنا. انه I understand انه social distancing ولازم الواحد ياخد احتياطاته، بس انه خيمة بلد صغير، يعني لو قاعد برا بشي ضيعة بشي شغلة بفهمها انه ما في حدا و it's not that crowded. بس هوني قالوا لي قال ايه ممنوع تمشي على الكورنيش مثلا. خي طب اوكي مش هامشي على الكورنيش، بس ما الناس كلها all over the place.
وthis is what brings me to this question. إن أنت أول شيء كانت معارض بقوة what was going on, إنه خي إيه وفلو it's as though flu. صح. أنا إيه كنت كتير غلطان. أنا كنت مفكر هيدي بأول هيدي مش أكتر من. كنت كتير غلطان. إيه أكيد كنت غلطان. إيه أكيد. ما كنت عارف حالي أبدا عن شو عم بحكي. من شهرين لما بلشت أسمع عن هذا الموضوع فكرت إنه مبالغة وإنه طيب نوع فلو جديد بيضرب الناس اللي عندهم مناعة منا كتير قوية أو كبار بالسن. أوكي. وفكرت إنه مثل العادة الميديا كتير عم تبالغ. ولما أعلنوا إنه رح يسكروا كل شيء كمان فكرت إنه في كتير مبالغة. هلأ بعدني أنا بعتقد إنه الضرر الاقتصادي ما عم بيوزان بقيمته. هيدا رأيي كتير كتير جدي وقوي عندي إنه ما حدا عم يتطلع مثل ما لازم الناس تتطلع على الضرر الهائل التاريخي الاقتصادي اللي عم بصير. بس إيه لا موافق صرت إنه أوكي إذا كل المستشفيات بدك ملي وإذا مئات الألوف الناس بدك موت وإذا طيب أوكي لا أكيد كنت غلطان. أنا عن جد بكل بساطة ما كنت عارف إنه هالقد هالمرض رح يسبب ضرر صحي. كنت مفكر إنه بس رح يقتله كم واحد عمره فوق 80 سنة والناس اللي عندهم إنه طيب هول الناس طيب إنه ما رح ينعدوا بالفلو يعني رح يطلع لهم إنفلونزا من هلأ لكم سنة بالحالتين. بس لا طلع إنه في عنده نسبة عدى عالية جدا وبيأذي الريات وش ما عرفني شو. بس نفس الوقت يعني أنا قاعد بالبيت ونوعا ما مقتنع مش مشكل ما عم بحاول يعني أظهر أكبر ظهر عملتها بس كرمال جيب أكل وإشياء أموني يعني هي. بس رغم ذلك برجع بعيد إنه ما بعد هلأ أنا مني خبير بس برجع بعيد إنه بعتقد الضرر الاقتصادي ما عم يزين مزبوط. لما تشوف إنه بفرنسا مثلا تقريبا 50% من الموظفين صاروا على الشوماج بارسيال يعني partial unemployment يعني بالعربي part time يعني يشتغلوا half إنه خسروا شغل نص ال gross domestic product GDP تاع فرنسا قل 36% بالثلاث أشهر الماضيين. هذا يعني هذا شيء هولي أرقام لا تصدق أرقام خيالية إنه أرقام شو كان واحد عم بزت أرقام هيك يعني ما إنه أرقام أدمنا عالية كأنه الأرقام عاد إلى معنا. ونفس الوقت بعتقد إنه في ضغط هائل على الدول الأوروبية إنه تحافظ على صحة الناس اللي هو شيء جيد ومنيح وطبيعي. بس يعني يا ريت لو فينا نفكر بالشغلتين نفس الوقت. وكمان شغلة كتير تزعجني إنه إذا الواحد حكي عن قصة الصحة فيك تحكي عنها فيك تقول إيه أنا كتير بحب الصحة بحب الناس تكون عندها صحة وكل شيء يكون صحي وكل العالم تعيش مليون سنة. بس هلأ صرت تحكي عن الاقتصاد بتصير أنت نوع من متوحش يعني إنه كيف هلأ أنت عم تتجرأ تفكر بالاقتصاد وفي ناس عم بتموت. طب ما لا يا خي مش يعني مش لازم الانفعال هو يقرر الأشياء اللي فينا نحكي فيها وما فينا نحكي فيها. إنه لازم نحكي عن الشغلتين لأنه اثنيناتهم مهمين. مش في واحدة مهمة لأنه هي حرام ناس عم بتموت واحدة منا مهمة لأنه ما في ناس عم بتموت. إنه في هذا الاقتصاد ممكن يقرر مستوى الألم النفساني والعملي والمعيشي اللي ممكن يأثر على ملايين إذا مش مليارات الناس من هلأ لخمسين سنة بلكي لهالدرجة قوي هذا الشيء. فطيب أوكي مش ضروري إنه منه يعني الامباكت تعوله منه واضح قد إنه واحد قدامك ما فيه يتنفس وعم بيموت عراسي. بس الامباكت تعوله بضل موجود. وأنا كتير مني أنا كتير بخاف من هذا الترند جنرالي إنه الواحد إذا عنده شغلتين بده يركز عليهم واحدة منهم بتأدي للانفعال واحدة منهم لا. إذا ما بيركز إلا على بتأدي على الانفعال هو إنسان شرير وقلبه من حجر. هيدي طريقة تفكير خطيرة جدا. وبعتقد لازم الواحد يكون ناضج كفاية لحتى يقول انه بدي ركز على اثنين. بدي ركز على الصحة العامة وعلى تقليل الضرر الاقتصادي العالمي اللي اصلا رح يأثر على طبقات الفقراء اكتر من حيالله شيء تاني.
واصلا هون بفرنسا عم بتشوف اشي يعني بتخليك تصير فعلا تفكر انه اي هي الطبقه اللي رغم كل الكونفاينمنت اللي عم بصير هون بفرنسا اللي بعدها عم تظهر وعم تشتغل رجال ونساء البريد الدليفري ناس الطباخين اللي بيشتغلوا بالسوبر ماركت وبيشتغلوا بالفارماسيات صيدليات هذه هي وهول كلهم كلهم بيعيشوا بأفقر ضواحي بكل باريس هي اصلا يعني مطرح ما انا عايش حاليا بسان دوني بهول المناطق هول المناطق اكثر شيء عم تنضرب من ناحيه من ناحيه باريس يعني برات باريس ما بعرف بس من ناحيه باريس اكبر برسنتج ناس معديه هن سان دوني 18 اروندسمون هالمناطق ف الشيء اللي بضحك انه الضرر الصحي عم يضرب الناس يلي هن الوحيدين اللي بعضهم عم بيمشوا الاقتصاد بالبلد شيء هيك كتير بشع ايه ان هون في امبارح شفت تويت لنافال وانه عم بيقول كيف الموديل السويدي ماشي حاله وحاطت جرافس ما هو انا مشان هيك بدي اسالك انه خليني بس هل فعلا ماشي حاله ما بعرف بس ما هو let's لان I didn't want to tweet لانه انا I'm an idiot I wouldn't know انا كان ما هي انا صراحه ماني عارف حالي عن شو عم بحكي انا ماني خبير بهالموضوع بس ما هو كرمال لانه مثلا السويدي من اللي انا فهمته يعني حتى الجرافس مش عم امبارح قريت كومنتس لحدا عايش هنيك حدا يعني نص بعرفه انه ايه عم يحكي نفس الفكره انه لازم ناخذ بعين الاعتبار الموضوع الاقتصادي بس هاو يعني كيف الواحد بهيك موضوع وصح بعرف يمكن ما منك خبير بهالموضوع as such بس انه يعني لما نحكي موضوع اقتصادي انا كمان عم فكر فيها انه كلياتنا عم ننضرب وهلا it's affecting Europe يعني globally basically وحتى بلبنان بعد عضرب ماني شايف انا فعلا عم بحكي عن اوروبا ماني شايف دفع جدي من ناحيه الدول لاعاده فتح الحركه العامه شايف هلا دفع ل بس تخفيض مستوى العدد اللي عم بصير اللي هو ممكن تسأل أنت أنه كيف يا خيي بدنا نخلي الناس ما تعدي بعضها وبنفس الوقت بدنا نشجع الحركة العامة ما بتصير مني أكيد لو كان في أكتر تحضير من دول أوروبية بلكي كان في إمكانية تأمين ماسكات بوقت أسرع اللي هو يخلي الناس مثلا تتجول بطريقة من فتحة أكتر فيك مثلا تقول للناس فيك تظهر قبل بعثني بعد شهرين نقدر نظهر بس مو المعروف البوس ماسك هذا اصلا بيطلع تحسن او مثلا كان فيك انه ما هالقد تخفض البادجت تعول كل المستشفيات والهيلث كير كرمال شو يعني انه الحروب بافريقيا يعني انه شو هو عم تحكي الموازنات اللي من قبل ايه هلا هن ما كانوا عارفين رح يضرب هذا الفيروس يعني بس انه لما يكون هالقد النظام منه جاهز هذا الشيء بيطرح أسئلة خصوصا أنه مثلا ألمانيا عندها نسبة ناس معدية أعلى بكتير من فرنسا مش بكتير بس أعلى من فرنسا وما عم بمثلهم ناس بنفس الريشو إذا تطلع بالريشو يعني بين الناس المعدية الناس اللي عم بتموت بألمانيا عندك 145,000 حاليا معدي بفرنسا عندك طيب عندك بفرنسا 150,000 يعني اجمالا نفس الرقم بس طلع على الميتة بالمانيا 4600 بفرنسا 20,000 هيدا بكل بساطه كله وعلى فكره الكونفاينمنت قوانين الكونفاينمنت بالمانيا ارخى بكتير من فرنسا بكتير
المحلات بعضهم فاتحة، مش ضروري يسكروا، اللي مسكر بس مسكر لأنه إجى على باله، الناس فيها تظهر وما بدها. الكونفاينمنت بس إنه إذا أنت ظاهر فيك تروح وين ما بدك، فيك تعمل اللي بدك إياه، فيك تروح على الشغل، بس إذا شافك الدرك مجمع في تجمع هيك خمس أشخاص قاعدين لازقين ببعض عم ببوسوا بعض مصدين الطريق، فكان ساعتها إيه بيطلع لك ظبط. بس كيف ببلد ما عمل هالقد confinement measures، ما هالقد انضرب اقتصاده، ما هالقد قلت الحركة العامة فيه، عنده مقارنة لبلد بلزقه وعنده كان نفس القدرة لحتى يتحضر ونفس القدرة لحتى يجهز ونفس القدرة لحتى يدير المشكلة لما صادق ميت ربع is this لانه بس الهيلث كير سيستم عندهم احسن او عنده مثلا اي سي يو بيدز اكتر، ولا كمان يمكن بيلعب دور الايجنج بوبوليشن يمكن في بفرنسا اكتر من المانيا او شيء ما بعرف. This is weird. فرنسا البوبوليشن ما لنا سيجنيفيكنتلي خطيره اكتر من المانيا والاكتر لا هو بس انه نظام الهيلث كير عندهم كان جاهز اكتر، هذا هو السبب الوحيد. كان عندهم ICU beds، كان عندهم ventilators أكتر، وكان عندهم دكاترة أكتر، كان كل شيء جاهز أكتر. هذه الفكرة كمان إنه مش بس هي هو transmission rate من شانك منه normal أو new kind of flu and this is what many people have been basically saying at first إنه خي هذه بلد مثل لبنان إذا ما عملنا مثلاً lockdown شامل ما عنا ICU beds، كانوا عم يحكوا ب 500 وفنتليترز ما في وما في شيء، يعني كنا بنصير بتصير بستغرب فعلا كيفسي. انه لبنان حاسس انه في اي نوع من افاده من عمل حيالله شيء ضد انا صراحه بستغرب كثير، لانه البلدان اللي عم تعمل ميجرز لحتى تتحضر ضد الكورونا فيروس بلدان عندها مي منا مسممه وهواء يقدر يتنفس عليك. عم بحكي بكل جديه، ما عم حاول نكت، وعن جد بس عم بقول الامور بس بطريقه كثير واقعيه انه اتس ايرونيك. بس ايه بلبنان ما عندك مي شرب والهواء اكثر هواء ملوث بيروت بحيالله دوله عربيه، بحيالله عاصمه عربيه. عم بسال سؤال كثير كثير جدي انه ما بعرف الجواب، بس انه شو الافاده من انه شو تم اصلا الناس اصلا نسبه السرطان نسبة السرطان ببيروت أعلى، وهي في 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 إحصاءات دراسات هذا الشيء موسعة وأنا شخصيا قارئها، أعلى من حيلا مدينة عربية بالعالم كله، بالعالم العربي كله. This is why lockdown fade شوي بحس، لأنه صح إنه يعني كله مسكر لدرجة إنه ما بعرف إذا شفت الصور قبل وبعد كيف البوليوشن كلياته والسموج فوق بيروت اختفى من وراء السيارات. ايه من وراء، بس كمان هو اكتر شيء عم ينتج سموغ ببيروت هو مصانع غير السيارات. لا مصانع نعم، بس كمان اشتراكات الكهرباء. ترو اشتراكات الكهرباء اللي هن هلا صاروا مثل نوع من مافيا ما فيك عاد تتخلص منهم، لانه صار في عندك طبقه لبنانيه عامله مقيمه على الفكره انه ما في كهرباء بلبنان، اذا صار في كهرباء بلبنان بيخسروا معيشتهم، عيالهم بتجوع. هو شيء بيفرض الضحك انه اذا صار في كهرباء بالبلد عائلتك بتجوع، فانت ما بدك انه يكون في كهرباء، بدك انه يكون عندك هيدا الموتور المتنك اللي حاطه على الرصيف بكل حي اللي بيطلع مزور، لانه هيدا هو سبب معيشتك، هيدا هو طريقه معيشتك بالبلد. ف انه اذا عن جد انه انا بسال حالي بطريقه كتير جديه، اذا هيدا هو الوضع، اذا ما عندك مية شرب أو هواء تتنفسه، إذا البحر هالقد متلوث، تعرف أنت لما ترجع من الجنوب وتمر على أوتوستراد الجنوب وتقرب على بيروت تصير قريب على المطار، شامم الريحة اللي هوني؟ Of course. ما فيني صدق أنا أنه مستحيل قدي مميتة هالريحة، أنا بحياتي كلها مش شامم ريحة هالقد مميتة. فأنه وهيدا على طريق عام حد البحر، وعندك هواء كتير، ها عندك هواء عم يجي، يعني مش انه على الان الريحه، لا عم تتجول وبيوصل على البيوت كمان، يعني واذا ريحه تخيل 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 اللي عم ينتج هيدي الريحه قد ايه خزانه عملاق حتى يمليها، رغم انه في هواء عم ينفض على البحر
بطريقة كاملة وبدون توقف. فعن جد انه شو استفدنا انه واو تمينا ما ننعدم الكورونا فيروس من الناس. بلبنان ما فيك حتى تتأكد اذا الاكل اللي عم تاكله منه مسمم اذا مصنوع صح. المطاعم ما في عليها رقابة. السوبر ماركيات حتى الفلاحين انه شو ما اصلا اسباب الموت الصحيه بلبنان. يعني في عندك مليون شغله تحلها اخطر بكتير. فمش انه بحس انا بكل بساطه بس لانه هلا يعني شاغل الدنيا كلها حس لبنان انه لازم يعمل شيء. بس هو كمان اكثر ممكن يكون كمال فرض الناس تبقى ببيوتها ما يصير في مظاهرات او اعتصامات مثل ما كان عم بيصير دغري قبل ما صارت الشغله. بس ما لبنان اصلا قد ما عنده مشاكل يعني كانه واحد يعني كانه واحد ما بعرف انه عم يشرب سم بس لقى شعره بقلبه للسم قال خلص ما عاد فيه يشرب هيدا السم سوري يعني ايه ليك مش لانه كورونا فيروس شعره كورونا فيروس شغله جديه بس لانه قد ما لبنان عنده اشياء اسوأ لمدة عشرات السنين. فانه ايه ما هي it's a combination of things. يعني كنا already بوضع سيء هلأ صرنا بوضع او بوضع سيء جدا 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 هلأ كانت حتصير كوارث لو دلينا هيك. خصوصا انه جامعات مثل الـ AUB والـ LU اول شيء كانوا انه لا ليش بدنا نسكر انه منه كل هالقد بروبلماتيك. وهلا هني اول ناس راكدين عم بيقولوا انه الكورونا والكورونا وعم عم ياخذوا اجراءات وانه لازم وما بعرف شو. يا جيفن انه عندك يعني حتى ناس عم نحكي المفروض كانوا يكونوا شوي مطلعين انسى. بس ايه البلد لانه هون اتس ريلي باد. وهلا الانفليشن ما بعرف انت اذا عم بروبلي عم ترى الانفليشن مش طبيعي. ما في بقى مصاري دولار ما بقى فيه. بس من هون لشهر شهرين زمان بعد حتكون أسوأ يعني. بس يخلص بس او تدريجيا لما ترجع الحياة لطبيعتها between brackets بلبنان حيصير في انفجار سوشيالي بطريقة مش طبيعية. هلأ تشوف أعتقد معك حق لأنه ما بقى حدا معه مصاري يعني. هلأ وإذا كانت تقبض مثلا مليون ليرة هلأ الفاليو تبعها صار 200 دولار تقريبا 250 دولار. كان في أول شيء عندك الاعتصامات وضرر الاقتصادي الرهيب اللي ضرب. وهلأ بعدين عندك هذه الشغلة اللي جبلت الناس لحتى تفوت كلها مأزق نفساني جديد انه انا قاعد ببيتي طول النهار دماغي عم يشتغل بشكل كتير مختلف. وبعدين رح نظهر من هالمأزق نرجع على هالوضع الاقتصادي والمعيشي والاجتماعي العجيب الغريب. فبعتقد ايه انه هيدا رح يكون رح يرجعنا على الوضع القديم مع ضغط مزيد من الكونفاينمنت اللي صار. والوضع الاقتصادي بلبنان بعتقد انه يعني وصل للمرحلة اللي هو سيء فيها لدرجة وإدارته غير موجودة لدرجة إنه ما عاد في ولا قانون بيطبق عليه من ناحية إنه تحاول تفسره أو تقدر كيف رح يكون بالمستقبل. خلاص صار كثير عشوائي يعني. من هلأ ورايح كل شيء بصير من ناحية أخبار بالاقتصاد اللبناني هي أشياء عشوائية عم بتصير. ما في شيء ببرهنها أو بفسرها. اجمالا رح يصير في فقر هائل. وهو بعتقد احسن شيء اللي رح يصير انه مش لانه الفقر منيح بس لانه ممكن احد الاشياء نوعا ما بالمدى الطويل الايجابية اللي ممكن تنتج من هذا الشيء هو انه العالم حتلاحظ انه ما فيها تعتمد على احزابها لحتى تنقص من هذا الفقر لهذا اللي كان يرضي سطل البنزين من حزبه أو مون أو موني لحتى يدبر لعائلته. راح يلاحظ إنه هذا الشيء ما عاد يكفي أبداً حتى اللي بأقصى الحالات وحتى اللي أكثر ناس بحاجة ومدمنين على هذا النوع من المساعدة. بس كمان ما بعتقد إنه
انه لبنان عنده ما يكفيه كرمال يطلع من الوضع الاجتماعي والسياسي والاقتصادي اللي راح ينتج بعد ما يلاقي حاله بهالمجزر. للاسف بعتقد انه بعد ما يفرض كل شيء ما راح نقدر نعمل شيء بداله، ولبنان راح يصير نوعا ما مثل سوريا. والمشكلة انه لانه معنا عملة صعبة، يعني ما فيك تعمل ما في شيء، ما في عملة، ما في ايديولوجية سياسية، ما في ستراكتشر، ما في هيراركية عندها legitimacy. العربي legitimacy ساعدني شوي، شرعية. ايه بس شرعية مش مبنية على الشرعية القبائلية بس، انه شرعية فكرية، شرعية ديمقراطية، لا انه شرعية شعيوات ديمقراطية. يعني مثلا واحد بفرنسا اذا بده يترشح لحتى يصير رئيس بيقعد الشعب راح جيب لكم ضرائب اقل، راح افرض الضرائب، راح اعمل مدارس احسن، راح اقوي الجيش، كذا بيقعد اشياء من هالنوع. يعني ما في عندك حاليا بلاتفورمات بلبنان واحد بيقول لك انا راح انقذ البلد لانه راح اعمل يصير في كهرباء ومي وطبابه وكذا وشغل ومصاري. واللي عم يقعدوا هالاشياء ولا حتى اولا بيعرفوا يحكوا هاي اللغه، وثانيا ما عندهم الكفاءات او البريكوزيتس الفكريه لحتى ينتجوا هذا الشيء. مثلا كان في بعض الاحزاب بلبنان تشكلت حاليا مثل بيروت مدينتي او لحقي او كذا، وشفتهم انا عن قريب لما كنت ببيروت من فتره. للاسف حتى هول الاحزاب ما عندهم النضاج الكافي لحتى هن اللي عم بيحاولوا ينجوه جيد جدا، بس يعني ما فوله بطريقه تانية. بس كل الناس اللي عم بيحاولوا يكون عندهم دور اجتماعي بلبنان جدي او دور سياسي جدي مساطيل جاهلين قبلان. عم بقولها مش لحتى انتقد او لحتى سب، بس لانه هي انه عم بستعمل كلمات بالنسبه لي هي كلمات اوبجكتيف، انه هيدي هي الحقيقه للاسف. اوف ليش بس ليتس نوت ليتس تراي تو ريفرين من انه نسمي حزب معين. مش ضروري مش ضروري، بس انه ليش مثلا يعني كان في انتخابات نيابيه من فتره وترشحوا فيها هول الاحزاب البروجريسيف الجداد، ما هيك؟ نص دين الانتخابات واحد منهم قاعد يكتب على تويتر قد ايه هو بيحب يحشش، انه الحشيش. هلا انا ليك انه انا ماني مع او ضد، ما عمول شيء مع او ضد الحشيش، هذا صراحه ما بيهمني، بس انه خي انت قايم ضد احزاب صار لها فتره عم تتحرش بقلب السيكولوجيه تعول كل الناس، وقدره تبيعها قناعات منهم لهالقناعات انه اكيد المخدرات والشو احنا شو عيب ومش منيح. اذا انت قايم بدك تعمل تغيير اجتماعي بهالحضاره ضروري يعني تروح تكتب على تويتر بنص دين الانتخابات هي والناس عم بتصوت انه انت كتير بتحب تحشش؟ وهذا مثلا انا بحب اعطيه لانه في كتير اشياء هيك. هذا مش لانه هو بذاته زعجني كتير، يعني هو مزعج شوي، بس لانه هذا المثل هو بكل بساطه يعني هو المثل اللي بيوديك على دزينات من الاشياء اللي بتتابع نفس المثال الموجوده. انه صراحه انه اكثر شيء شفته مثل الخلق لما كنت ببيروت هو مسرحيه شو اسمه يا الله زياد عيتاني، ما هيك اسمه عيتاني؟ يس. اللي هو اللي اتهموه انه كان عميل لاسرائيل، وبعدين مسرحيته كانت فعلا حلوه وعميقه وفيها افكار ومشاعر جديه. يعني انا شخصيا الشيء اكبر ريفلكشن على الوضع الاجتماعي بلبنان غير الثوره اللي صارت وغير الوضع الاقتصادي اللي اكيد عنده ناس عم تحكي عنه. لاحظ انه انا ما قلت انه في حدا عم يحكي عن الاقتصاد بطريقه غلط بلبنان، في عندنا ناس اقتصاديين ذكية بلبنان عم بحكي عن الوضع السياسي والاجتماعي خصوصا اجتماعي. غير مسرحيه زياد عيتاني، يعني ما بعرف ليك شو عم سمي لك، هيدا كان اكثر شيء شفته قلت عم هذا الانسان عنده شيء حقيقي يقوله عن المجتمع اللبناني. كانت وقتها عم تنعرض بمسرح المدينة، ما عرفت انعرضت وقتها فترة طويلة، ما عرفت انت حضرتها، ما عرفت الناس حضرتها.
بنصحك تحضرها، في تلاقي فيديو يوتيوب ما بعرف. I'll check. أنا منقطع عن كل الأكتيفيتيز بلبنان، ما بعرف ليش، ما I'm not in the right circles إذا بدك لحتى لي أعرف على الشكل. إذا بدك ليك قول أنت إنه عندك نحن متفقين إنه رح يصير في انهيار اقتصادي كامل خارج عن القوانين التقدير والبريدكشن وكذا، وكمان انهيار اجتماعي صار أوكي، ورح يصير هذا كل شيء بعد أضرب بعد ما نخلص من الكونفايننس، صح؟ نحن على نفس الصفحة. إذا بدك الظاهر حيلا بلد من هيدا الشيء بدك ترجع تبني حضارة من الصفر، إنه بدك ترجع تعمل هيراركية شرعية، لأنه ما في شيء بيشتغل بالعالم غير الهيراركية. سوري إذا أنت كتير left wing زيادة عن زومك يعني، بس إنه هذا هو الشيء الوحيد اللي بيشتغل. ما في عندك what do you mean؟ يعني إذا 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 نفكر إنه لا مان بدون هيراركية، إذا أنت أناركي يعني قصدي. أناركست، بس الأناركست أنا بالنسبة لي منه يعني إيه أوكي هلا بنحكي عنه بعدين، بس طيب منه شيء مهم، بس إنه إذا ما لك واحد يفرض هيراركية على ال decentralization eventually، بس لا تمينه. إذا بدك واحد يفرض هيراركية بوضع على قد تيرسه، بده يكون عنده القدرة لحتى يعمل هيراركية شرعية تقدر to enfranchise، يعني تقنع اشتراك نوع جديد من مواطن، يعني بدك ترجع تخترع البلد مثل ما أتاتورك ترجع اخترع تركيا. فمين في يعمل هيدا الشيء، ومش بس يقدر يعمله، بس يقدر يعمله بالمحيط السياسي الأتول الغلط البشع المميت المسمم الشرير اللي موجود بلبنان. بدك تفوت على جهنم وتقنع كل الشياطين انه يلحقوك لحتى تحسنوا حياتهم، يعني انه شيء فعلا مستحيل. فبكل بساطه بعتقد انه هذا الشيء ما رح يصير، ورح يفلت البلد وما رح يرجع، ما رح يرجع ينوجد فعلا. يعني رح يصير نوعا ما مثل انه نوعا ما ما عنده فعلا اهميه مختلفه عن البلدان المجاوره له، يعني ما يكون فلسطين أو سوريا، أو رح يكون واحد من هالبلدان وكل شيء حواليه ما رح فعلا يكون عنده قيمة حضارية أو ثقافية أو كل هيدا الشيء، رح يموت. يعني أجمل عم بقول لك البلدان رح يموت وما رح يرجع يعيش خلص. طمنتنا. لا كتير اوبتيمستيك انت، مش قصدي شيء ليك عن جد عم بحكي انا هذا الشيء كتير متفائل. هي ما قصة تفاؤل او بسيميزم او هذا الشيء، بس انه علما المعطيات اللي موجوده قدامي وعلما الخبره اللي عندي اياها مع الطبقه الاجتماعيه مهما تكون السياسيه الحاكمه او سيفل سوسايتي او صحافه او اللي بدك اياه، يعني اذا بدك تكون انت آلي حاسبه وهيدا هو الانبوت تبعك، الاوتبوت رح يكون ايه ما في حل وكل البلد رح يموت وخلص. المشكل هو وهذا شيء انت كمان طرقت له بقصه عدم الوعي السياسي عن بعض الناس ال بروجريسيف اللي هن كمان طالعين جديد المجتمع مدني وهالأشياء هاي، ما عادوا جديد، صاروا نوعا ما قدام. بعضهم يا هلا حتى صح انه يمكن 10 سنين 12 سنه، بس بالنسبه لبعضهم يعني كلبنان ك 5 سنين بس بعده جديد، كتير جديد بعد. لانه اذا عم تحكي على يعني على اللبنيز سين ما في شيء، بس الفكره انه كلهم بيحكوا عم يعطوك سلوغنز حلوين. يعني ليه ما بنروح على الحمراء وبنحولها، بنحول كل البنوك اللي قدام بالحمراء على بيرفورماتيف ارت سنترز وببليك هيلث كير سنترز، كانه العالم انه ما عم بقول هذا الشيء. انا اي واز بلوكد باي ذا واي. ما عم بقول انا هذا الشيء سيء، ما عم بقول هالاشياء بشعه، بس انه
شو عايش انت بعالم الاحلام يعني انه مفكر الاشياء بتنبت هيك انه مستحيل اصلا يكون عندك يعني قدي بدك تكون انت مرتاح بحياتك ومفكر انه حياه الناس اللي فعلا عم تتعذب هالقد مساقبه مثل حياتك المريحه لحتى تفكر انه الحل لكل هالاشياء هن سنترال فان وببليك هيلث سنتر. ما يخي الصليب الاحمر بلبنان من كم شهر لما انا كنت هونيك يعني بديسمبر تقريبا كان رح ينقطع من كمان الـ AUH ما كان عنده لحتى يقبولك إذا بدك أدوات لحتى تقطب تقريبا كنت منقطع من هون بدك تنط لأنه صار الشعب فيه يفتح هيلث كير كلينيك بالحمرة وتو مينتينت يعني إنه شو أنت إنه شو نحن عايشين بمارفل كوميك يعني إنه شو العالم فيلم سبايدر مان يعني إنه ما يعني الشغل السياسي والاجتماعي الصعب بكسر الظهر اللي هو واللي ما حدا بيشوفه وما حدا بيشكره ما حدا جاي عباله يعمله. ليش؟ لأنه ما فيك تكتب عنه على تويتر فما عاد عنده قيمة. exactly. عرفت؟ yeah. إذا بدك تروح أنت فعلا فعلا تفهم شو عم بصيره فعلا فعلا تفوت على الخندق تروح على الضواحي فعلا يكون عندك نوع من جرأة جرأة خيالية ما عارف يكون رح عنده جرأة هالأيام إنه تفوت بهيدا الوضع الاجتماعي والسياسي وتحاول تلاقي طريقة جديدة لحتى to enfranchise الناس تفوتهم بنوع من قصة وطنية جديدة هذا الشيء ما رح تقدر تعمله أنت بنفس الوقت عم تحط تويتس عن إنجازاتك الهائلة لتحسين البشرية وبكل بساطة الاقتصاد الموجود الاقتصاد الاجتماعي الموجود اليوم هذا الشيء بهذا الاقتصاد الاجتماعي الجديد ما عنده قيمة فما حدا جاي عباله يفوت فيه الشجاعة ما عنده قيمة كمان للأسف يعني الاقتصاد الجديد هذا الشيء ما في الواحد يزقف لك في واحد يزقف لك إذا أنت مبين شجاع بس الشجاعة الفعلية ما حدا جاي عباله بالضبط ولا يعني كمان ما فينا نحكم ولا نعمم على الناس كلياتها بس انه كمان اتس يعني ما حدا له خلق يعمل الشغل انه الحكي بالضبط فيري فيري ايزي بس والفكره لدرجه انه بحس انه الناس نسيت شو يعني هيدا الشغل صار عندها كونسبت جديد من الشغل اللي هي فكرته هيدا انه هيدا الشغل اذا انا بكتب بلوج اشتغلت بيقتنعوا انه انا اشتغلت عرفت رحت على ميتينج فتحت زوم كول او فتت على كونفرنس هيدا الشغل انا اشتغلت زدت السوشيال كابيتال تعولي ادجست انا اليوم ففعلا بعتقد انه قصة الشغل يعني تعول بلكي الجنريشن الماضية ما بعتقد فعلا عندها نفس نوع الوجود بالوعي تعول الناس الموجودين حاليا بعتقد الناس ما بتعرف شو يعني شغل وان هلا بدي اسألك كمان نحطها eventually على قصة انه شغل in the digital age which is I have another question هلا قبل ما نوصل له برأيك عم يستوردوا افكار يعني يمكن انا من منظوري انا انه هول الناس اللي عم يبيعوك سلوجنز عم يستوردوا هالمفاهيم هيدول وهالسلوجنز هيدول من برا طبيعي يعني انا رحت مثلا عشت باسبانيا اول ما على بسلامانكا مدينه I was fascinated لأنه الناس بيفكروا أنه أنا لما انتقد هالأشياء هاي وسبشلي على تويتر كله إجا علي أنه ليه مبلا ولأ وإنت أنه صح أنا I criticize vehemently what I call leftist hippies for fun I know this term is wrong so أنا I coined a term and it's catchy مهم. بعتقد قصة أنه صارت الساركازم والسينيسيزم و كل هالأشياء صارت نوعا ما ممنوعة من الببليك ديسكورس بعتقد هذا الشيء كتير كتير غلط ومش بس غلط نوعا ما شرير insidious yeah. إنه ما عاد فيك فعلا تنفعل إلا بالانفعال الرايتشس الانفعال الشرعي الانفعال المقيم للبشرية المورال سيجنال فيرتشو سيجنالينج انفعال هذا الانفعال
هذا مثل انه مثل مثل الحلال والحرام يعني صارت القصه. هذا الانفعال حلال والانفعال الاخر حرام. عرفت منكر إيه فانه نوعا ما. وكل كل هالقصص عندها اندرتون ديني. هيه اي شو اسمه جيمس شو اسمه بيتر بوغوسيان اند جيمس جيمس لينزي جيمس لينزي كتبوا عن هاي الفكره. هلا نحن عم نستوردها بس الفكره لو يعني انا بنتقد قصه البرايفت ايدكيشن. فهيدي شو يعني برايفت ايدكيشن انه جامعات مثل اي يو بي وهول انه يكونوا 15 يعني أوكي. مش بنتقد وجودها بس انه بنتقد فكره انه ما يكون في بابليك ايدكيشن مرتب مثل عالم الناس يعني في اللبنانيه ما بها شيء. ايه لا اوف كورس بس انه قصدي انه بيفكروني ناس لما انتقد انه ليفتزم او لما اقول انه انا ايم كونزرفاتيف ايكونوميكلي انه خي لا فري هيلث كير مثلا اوكي فا يعني لما عمل لك رحت على اسبانيا وشفت البابليك لايبرري اوف كورس ذس از يعني وكنت تروح لهنيك واستعملها واللي بدك اياه بس انه في عندهم اسس مجتمعيه موجوده صار لها 600 سنه عم بيعمروها وعم يبنوا بالضبط. ما هذا اللي قصدي في وعي اجتماعي. نعم. لانه هيدول حقوقي هيدول صار فينا ايكونوميكلي تو هاف ا ديسكشن اباوت وذر اور نوت فينا نبني مثلا بابليك لايبرري. كم سنه من اسس اجتماعي تراثي موجود بلبنان اسس سياسي تراثي موجود بلبنان كفوق لحتى يدير ويتحمل هيك منظمات هيك institutions. بعدنا ما طلعنا من ما في حرب الأهلية من وقت الحرب الأهلية لهلا بعد ما صار في مثل تنظيم مثل عالم والناس يعني بعدنا وقفنا بالتاريخ من وقتها يعني مثل واحد مثل لما أنت يعني صار لك من الحرب الأهلية لهلا مش رايح على النادي بدك تحمل 100 كيلو عرفت ما لا ما إنه هذا العضل بدك تضلك عم تشتغل ما فيك توقف تشتغل على العضل تعولك 25 سنة بعدين تروح ترجع تحمل كأنك مبارح عم بتروح على النادي بعدك. فأنه نفس الشيء هون هيدي كلمة أسس فعلا كلمة جدية وكتير مهمة أنت هلأ ذكرتها. هيدي الطبقة البروغرسيف يلي عم تستورد إجت من برا مثل ما إجوا الميشنيريز المسيحية يعني لحتى ينشروا الدين يعني نفس الطريقة صارت. عندك هيدي الطبقة ما بعتقد انه هي واعية عن النوشن تاعت الأسس اللي لازم تكون موجودة for these institutions لحتى يضلون عايشين organically كمان. وحتى اذا واعية عنا ما بتوثق فيها تعتقدها انه يا منا مهمة يا actively شريرة authoritarian يعني من ايه. بس ما هي القصة مش هيك. القصة انه منا قصة authoritarian ولا لا قصت بكل بساطة أنه حتى قبل الحرب الأهلية الدول اللي كان عندها نوع المدارس وكذا اللي موجودة حاليا اللي هي تعتبر المدرسة الطبيعية بالعالم نتجت بقلبها الدول بطريقة أورجانيك. يعني فرنسا هي اخترعت المدرسة الفرنسية عرفت بس لبنان ما اخترع المدرسة الفرنسية. لبنان استورد المدرسة الفرنسية استورد الجامعة الأمريكية وما كان عنده الكفاءة أو الوجود الفكري لحتى هو يطلع بهالمؤسسات. فبعد ما أجوا هن قبل الحرب بقلب الحرب بعد الحرب كان كله استوراد وما كان في نوع من إنتاج. لبنان بحياته ما أنتج مؤسسة من حيالله طراز. كانت مؤسسة علمية مؤسسة تعليمية شو معرفني زراعية اللي بدك إياه. ما عندنا القدرة لحتى ننتج حيالله نوع مؤسسات. بالعكس تعرف شغلي إذا بتروح أنت هلأ أنا بتذكر لما كنت صغير كنت أطلع على التراث بعلبك وبصور مثلا. هلأ مش قصة أنه التراث كثير مهم وواو التراث بس هذا مثل رغم أنه هو بحد ذاته منه هالقد مهم بوعي جنرالي بيعطيك فكرة فيك تطبعه على كثير إشياء عم بتصير بلبنان. بتذكر لما كنت صغير كان كثير حلو طلعت على التراث بصور لما كنت بلبنان من كم شهر بس كان كله زبالة. كان في واحدة بس يعني قاعدة مطرح التيكت لحتى تفوت كلها انه هيدا 5000 حبيبي اعطيتها 5000 فوتتني هيك دغري. وفيك انه كل الفنسز حواله لهذا التراث مخزقة فيها الناس تفوت تظهر مثل ما بدها
كانت ريحة البحر زبالة على التراث. وهذا الشيء بس بيعني نحن ما عندنا القدرة أن نحافظ على أي مؤسسة موجودة. ليش؟ لأنه يا نحن بحياتنا ما عرفناها أو ما اخترعناها أو نسيناها، ما عندنا علاقة مع حي الله مؤسسة موجودة بلبنان فعلية، وبنفس الوقت ما عندنا التراديشن، ما عندنا العلم أو 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 اليد العاملة أو اليد الفكرية المناسبة لتأسيس أو تكميل حي الله نوع مؤسسة. نحن ما بنعرف ندير المؤسسات تاعو الحضارة، ولا مرة عملنا هذا الشيء، بلكي من ألفات السنين ما بعرف، من فترة كتير بدك تسأل نسيم طالب، بس ما أنا شخصيا ما بعرف، بس إنه أنا حشري إنه أعرف هو شو رأيه بهذا الستيتمنت. إنه وبتجي عندك ناس دارسين برا، وأنا بحكي كواحد منهم أنا كمان، بس إنه الحمد لله بعتقد شوي واعي أكتر، مش كتير بس شوي، و بيجوا نوعا ما ناسيين أو ما واعيين إنه إذا فعلا بدك تعمل نفس نوع المؤسسات اللي بيقدروا يناسبوا هال social justice goals العملاقة تاعيتك، إنه بدي حارب الفات فوبيا بلبنان، حبيب قلبي سد بوزك، سد بوزك إذا بتريد يعني سكوت، روح رجع نزرب بقوتك، وحاجة تضيع وقت الناس، حاجة تصرف أكسجين إذا بتريد يعني. مش لأنه الفات فوبيا، طيب أوكي في ناس عندهم فات فوبيا بدك إنه طيب أوكي إنه theoretically هيدي شغلة فيك تشتغل عليها بحياتك إذا كنت عايش بسكندنافيا، إذا كنت عايش ببلد يعني إنه وصل بالطبقة الحضرية فوق الطبقة الحضرية فوق الطبقة تاعت المؤسسة فوق مؤسسة فوق مؤسسة، صار له ألفات السنين لحتى وصل لمرحلة إنه إيه البريسنج إيشو بحياتنا اليوم هي الفات فوبيا. مش هذا هو الشيء الموجود حاليا بلبنان. حاليا موجود بلبنان أنا ما فيني حط بنزين بسيارتي إلا إذا حزبي أنا راضي. بس check your privilege إذا بتريد. إنه شوف هيدا نوع من نفاء وكذب فكري، يعني بدك تكون أنت خسع وجبان لحتى ما تقوم ضده. وهولي نفسهم زيتون الناس وهن اللي بينتقدوا هالprivileges هول they are going out to take walks around. In the sense that أنا بالنسبة لي بشوفها إنه اللي عم ينتقد البريفليج إنه أنا إذا هلأ بطلع بشوف على الطريق ما في حدا بنزل بياخد بنزل بمشي إنه this is the tweet that I posted yesterday. On the one hand أدرانين ينزلوا for a walk هلأ ما فارقة معهم الدنيا، and I mean بلبنان يعني particularly بلبنان. تو في ناس قاعدة بالبيت ملتزمة باللوك داون ما عم تظهر لأنه سامعة كلمة يعني إنه ملتزمين بقرار اللوك داون، وهني عم يتأفقفوا من إنه لا بدي أنا أنزل to go out for a walk. ما شفت أنا هيك شيء. ليش عم يتأفقفوا؟ ما بعرف. لأنه في I don't want to mention accounts and I don't want to mention anyone. أوكي. بس في كذا حدا خصوصا الناس بيعلموا بالاي بي بيقول لك انه for them they are questioning هيدي اللي كنت عم تحكي عنها انت الاثوريتي يعني صح. I'm using it for انه I'm applying going out for a walk example، بس انه في شيء ايديولوجي وراها انه لا الدوله قالت لازم نقعد بالبيت يعني في شيء غلط، انه I should be suspicious of that لانه الاوثوريتي يعني مثلا كمان في حدا بحاله لبنان يو شود بي سسبيشس اوف ات لانه اصلا ما رح تساعد رغم انه الهواء تقول لك انت عم تنفس ومصمم وما عندك مية شرب، بس انه يو هاف تو اصلا ملتان عرضك على سيره الاسس انه نحن وي ار ذي ار سسبيشس من هول المؤسسات لانه يعني عم حاول اذا بدك تفكر فيها من منطلق انه على طول في لازم يكون في مثل an other، ما بدي استعمل كلمات انه عدو او شيء، انه على طول لازم يكون في انت ما وصل لك الميمو انه السياسه هي الحرب بين
الجود اند ايفل, بين بين الجيد والشرير, يعني بين البطل هو ليك هو الموديل السياسي تاعو العالم كله اجمالا مثل جراندايزر او نينجا تورتلز, عرفت؟ في اشرار وفي ابطال وانت ليك بدك تكون اذا ما كنت بطل يعني انت شرير, يعني لازم تكون انت بطل لان ما تكون شرير, وإذا كنت أنت بطل وما عم تلاقي أشرار حواليك لكن أي شو هالبطل البلعازي هذا اللي ما عنده أشرار, بصير بدك تلاقيه للشرير لحتى تبرهن لحتى تبرهن لنفسك إنه أنت عايش حياة بطل. فإذا الشرير كان واحد عم بيقول لك بقى بيتك لأنه في فيروس عم بدور, أنت بدك تبرهن لا مش بتكون suspicious, بدك تبرهن إنه عندك الوعي السياسي لحتى تحارب الشرير. كيف أنا بدي شغل الوعي السياسي مثل انه مثل واحد يعني انه ما بيعرف يعمل الا شغله وحده وما في فعلا يعني يطلع حواليه يشوف طرق تانية حتى يشغل راسه, والفريم ورك الوحيد اللي بيشتغل هو انه انا عندي حاجه اجتماعيه لحتى برهن لكل الناس اللي حواليه انه وعي الوعي السياسي تعولي متفوق جدا. This is it. فبدي روح ليه شرير نوعا ما الشرير عمان هو هيدا الإنسان اللي عم بيقول لي ما بالبيت اللي هو أصلا ما العمى من أول هيدا الديناكتف بلبنان ما اتفقنا ما له عازي, وتانيا اللي عم بيعطيه أصلا منه كفولة حتى يعطيه وكل شيء كل شيء, بس يعني أصلا الشيء اللي قرروا يحاربوه هن ليه قرروا يحاربوه؟ ليش؟ لأنه الكورونا فيروس بلبنان هلأ هو أهم شيء عم بصير يعني من الناحية السياسية والاجتماعية في لبنان؟ لا, بس لأنه هيدا هو الشيء العالم عم تحكي عنه. فهيدي الطبقة اللي بدها تبرهن كفاءتها السياسية ان بيرمانانس طول الوقت بتقرر شو هو الشيء المهم سياسيا based on شو هو الشيء اللي عم ينحكى عنه. يعني حتى ما عندها القدرة انه تروح هي تعمل original research, هي تفتش بنفسها وتقرر بنفسها الأهميات السياسية والاجتماعية الموجودة, تنطب حتى يشوف شو هو الشيء اللي عم نحكى عنه. عم نحكى عنه إذا أنا I contributed لهيدا الديسكورس اللي هو أصلا موجود رح ينسمع, لكن أنا هيك فيني اشتغل بشغلي. بس إنه أنا أقدر أرخ أو أطلع أو اخترع أو لاحظ مأزق أو ديناميك اجتماعي أو سياسي جديد ما عم بينذكر على CNN كرمال انا اطلع وشوفه, ما مش كل الناس على التايم لاين طولي على تويتر بجابه هنت لي انه هذا هو الشيء اللي حاليا البشريه لازم تهتم فيه. ما راح يكون في انه بشك انه هالناس كانت اهتمت بحيالله إشو اقتصاديه او اجتماعيه او سياسيه الا اذا ما كان عنده gossip value. يعني وصارت انه هيدا هو الشيء اللي بيقرر البريوريتيز نحن تاعيتنا, و what's more messed up انه البريوريتيز اتقررت عبر gossip value و our ability to contribute is fundamentally compromised. لانه you can't contribute, بكل بساطة you contribute by framework اشتار ضد ابطال الشغال. من وين لوين بدك من هال هايجين الفكريه هاي توصل لمرحله بتنقص شعبه وتنقص حضاره؟ تعرف شو المشكل كمان؟ انه في كتير ناس من 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 هاي الطبقه, وما بعرف what you might think about it لانه انا ما واصل ما في conclusion براسي وما عم بعرف كيف اقدر احللها لانه على طول بنطولك من مطرح لتاني. بالانستتيوشنز اللي هني بيشتغلوا فيها ما بيعملوا نفس هالشغل, يعني هالكريتيسيزم هذا الناراتيف اللي انه بدنا نعمل questioning وبدنا نكون نحن بالسلطة رابعة اذا بدك in the sense انه to engage in this criticism, يعني بيستسهلوا لانه على سيرة انت عم بتقول انه ما فيهم to create this kind of البعبع اللي انه السلطة بالسلطة بالinstitution اللي بيشتغلوا فيها ما بيعملوا هذا الشيء. Absolutely. لانه بيخافوا, يعني مش لانه بيخافوا. فشو ما بعرف ايه what do you think؟ لا كرمال توصل لمرحلة انه بيخافوا بده يكون في مرحلة قبل انه هي في عندك الوعي الكافي. نوعا ما هول الانستيتوشنز اللي هن انت انستيتوشنز برايفت عم بحكي انا ايه اذا انت عندك
purveyor private institution purveyor of justice inc هيدي هي purveyor of justice SAL ما هي by definition purveyor of justice فانت بدك تكون عم تضيع وقتك او ما بتوثق بالناس اللي عم يشتغلوا معك اذا انت بدك تروح تصير تنتقد نفسك او تنتقد يعني انت عم طلب ما بعتقد في خوف او وحتى بكل صراحه ما بعتقد وصلنا للمرحله انه في نوع من جبانه لانه كل هذه الاشياء بتطلب وعي فبعتقد انه قله الوعي موجوده لدرجه انه ليش انا بدي انتقد مؤسسه الابطال شاميم لام اذا ما انا عارف ان هي ما خيب تقرا انت على الارمه مكتوب مؤسسه ابطال شاميم لام مش ابطال يعني فليه انه مش ضروري اطبق وعي انا هون الا اذا انا بكره الابطال اللي هن رفقاتي وبيحبوني فما وصلنا بعد للوعي الكافي لحتى الواحد يلاحظ حاله إذا خايفان ولا لا إذا جبان ولا لا لأنه كل الوعي أو المرادف للوعي الموجود حاليا عم يتطبق على الآخر على الشرير بيعتبروا حالهم يعني هن they become part of the institution and given that they are part of the institution خلص ما عندهم هالوعي مش بس هيك كمان الشيء اللي عم يلاحظ إنه هيدا بالضبط الفيو بوينت والمرحله البدائيه اللي عم يتصرف منها الشرير اللي هو الانستتيوشن المقابله ما هن كمان عندهم نفس النفسيه نفس السيكولوجيه نحن الابطال ليش بدنا ننتقد نفسنا هول اولاد قطايط مش عارفين حالهم شو عم بيعملوا اشرار او في حدا عم يستغلهم او كل اللاعبين بهاللعبه جهلاء وما عندهم انتروسبكشن وما عندهم القدره لحتى يفكروا بصراحه بالبلاي جراوند السياسي او الاجتماعي الموجود كرمال هيك ما فيك تناقش كرمال هيك ما فيك تحكي على ما بعرف تويتر او اللي بدك اياه لانه بكل بساطه يعني اذا بتطلع على التشيس بورد على طاوله الشطرنج بكاملها ما في منطق ما في وعي منطق في بلكي بس مش قصة منطق هي قصة وعي وقصة وعي كافية للواحد يعمل self criticism أو self analysis self criticism هذه المشكلة إنه حتى self criticism إيه عن غريبة يعني عطول بشوف كيف الديناميك internally versus كيف أنت مخدر دائما أنت مخدر بهاي الفكرة إنه إذا أنا البطل ليه لشو Yeah. شو ضيع وقتي إذا أنا البطل؟ شو ضيع وقتي إذا أنا من مؤسسة أبطال شامي ملام؟ هيدي this is a very good point على فكرة. هيدا هو المخدر اللي ما بيخليك أنت فعلاً تقول يا خيي طب بلكي أنا عم بفوت أفكار من برا بدون ما فعلاً فكر أو حاول طبقها على الوضع وبعدين إنه أنا اللي بيهبلني إنه هني شو ضد العولمة؟ بس الفات فوبيا لازم تطبق بلبنان مبارح طب انه ايه كيف انت ضد العولمة ولهالدرجة منك كفو يعني قلة كفاءتك بموازنة الوضع الاجتماعي والسياسي والاقتصادي بلبنان هل قد درسه بس نفس الوقت ما بالنهاية هي صارت نوع من بزنس انه تكون انت مضاد بزنس انه تكون انت معك حق بزنس انه تكون انت انتقادك بمحله فيرتشو سيجنالينج ايه بالضبط فيرتشو سيجنالينج والبروفيت تاعو هذا البزنس رائع سوشيال كابيتال بوبولاريتي قدره سياسيه قدره اجتماعيه بوزيشنينج سياسي واجتماعي جيد جدا لك ولاصحابك وبصير هيدي هي اللعبة مش انه تكون انت عم تقدر فعلا تناقش اللعبة انه عم تقدر تنتج هالبروفيت لنفسك وهيدا مثل ما قلت لك قبل كنت عم بحكي عن ما بيعرفوا نسيوا شو يعني الشغل لانه هيدا هو مفهوم للشغل الشغل صار هيدا مش الشغل ما عاد حتى صار التعب الشغل صار اذا الواحد بيربح ولا لا مش اذا عم بيطق ظهره ولا لا الشغل ما عاد في بقلبه notion فكرة الألم ما عاد الواحد factory أنه هل فعلا أنا عم بتألم هل فعلا أنا عم بتعب هل فعلا عم كسر ظهري هل فعلا أنا عم بنأذي هل فعلا
كل هالاشياء عم بعمل اشياء مؤذيه، عم بعمل اشياء مؤلمه، عم بعمل اشياء مؤذيه لنفسي، لانه هيدا هو ال. بس is this a necessary condition? It's not a necessary condition, but it's a very common condition. وأنا what I'm questioning مش إنه it's necessity. I'm questioning its complete absence. وين راحت؟ رحنا من إنه هالقد كان في إشياء مؤلمة لازم تنحل لما حدا عم بحل شيء وعم يتألم نفس الوقت. إنه يا خي على القليلة 10%، على القليلة 10% من الشغل اللي عم أنا بعرف كم مناشط بلبنان، مناشطين فعليين. ما حدا بيعرف اسمه، ما حدا. ليش؟ لأنه هول هن الناس اللي عم يوصلهم دثرتس، اللي قاعدين عم بيحاولوا يعملوا حركة فعالة ضد القيام الطائفة، ضد الاستبداد الحزبي، ضد المافيات. تعول تعرف انت مافيات اشتراكات الكهرباء قدي شيء خطير وقوي ومخيف في لبنان؟ ما حدا عنده فكرة. وفي الناس اللي عم تحارب هذا الشيء ما حدا بيعرف شكله كيف، لانه روح اذا بتريد. انا بدي بس بليز بدي شوف هول الناس اللي داسين برا وراجعين يعملوا لك سيجز مثل هذا السيج اللي نصحه لسقراط، يعني اوراكل اوف دلفي، يعني جاي مثل شنبي، يعني كلهم أنبياء جايين مع السوشيال جاستس دوكترين تاعيتهم، مثل موزس لما نزل من الجبل حامل التابلت تاعيته. يعني كم واحد منهم مستعد أن يحط هذا الشيء على جنب يروح يحارب مافيات الكهرباء؟ وليك أنا أول واحد بعترف أنا أكبر جبان بالدنيا، أنا ما عندي شجاعة أعمل هذا الشيء. أنا ليش أنا ما عم بحارب مافيات الكهرباء بلبنان؟ لأني أبدا ما عندي الشجاعة الكافية، أبدا ما عندي الكفاءات، ابدا انه ما فيني اعمل هيك شيء. هاد بخوف موت دغري، عائلتي كلها بتموت. بس ومني ذكي كفايه لحتى اعمله بالسر. ما عندي هالتالنت هيدا. عندي انا شغل، بس على القليله الطريقه اللي فيني انا ساهم فيها انه فيني احكي الحقيقه، فيني احاول يكون عندي نموذج سياسي واجتماعي كونتريبيوشن للحديث، انه لا لازم نكون صريحين مع نفسنا بالطرق اللي بنفكر فيها بهالمواضيع. Which is هاي الفكرة. هلأ عم حاول، ما بعرف ليش لما عم بتقول pain وشغل مزبوط and I asked you whether it's a necessary condition or not. بس مش كتير لما تصير نسبة وجودها بالشكل العام 0%، هذا الشيء بيثير للانتباه. ايه بالضبط. ايه ما في هل في مشاكل، يعني في كذا شغل عم بتصير. وهذا I totally understand where you're coming from. بس ما بعرف هذا فكرة الوعي السياسي is very important، لأنه I've had this discussion كمان. I mentioned this before، إنه حتى معنا مع لم ينبيض الدايركتور تبع باسل فليحان انستيتيوت فاينانس، الشعب ما في حتى، يعني ما في هالإنجيجمنت مع simple stuff مثل الـ public administration، إنه نحنا how are we going to be allocating public money، إنه أنت لما تدفع تاكس، إنه يعني هولي يعني في ناس هولي عم بيسرون السنيورة شباك ما بس يعني this is exactly the point، إنه في الناس اللي بدهم يعملوا to raise awareness على هذا الشيء عم ياخدوها من منطقة ايديولوجي. حتى المجتمع المدني between brackets بحط، يعني حاطين الحق مثلا دغري على بيجي بيسفعك نيوليبرالي، يعني بيسفعك حتى بالconcepts تبعون اللي عم يستعملوها اشياء خيي. طب انه بلبنان انه مش، يعني شو يعني نيوليبرالي بلبنان مثلا؟ تخيل، ما انت تخيل قدي حياتك سهلة، وتخيل قدي تفسيرك سهلة، وتخيل بأي سهولة انت فيك تكافئ نفسك وتشكر نفسك قديش انك ذكي اذا كل الديسكورس تبعك صار قائم على هول الليبلز. ما عاد في ضروره تفكر، ما عاد في ضروره تتعمق، ما عاد في ضروره تشارع، ما عاد في ضروره تغضب. حي الله شيء، اي هو اسرع وقت انا فيني الاقي ليبل لهذا الانسان او لهذه الفكره. Yes. This is why I really appreciate الشغل اللي عم يعملوه النيردز الايكونومكس، لانه عم بيحاولوا يخلقوا وعي
بانه خي انسالي بس، ونحن بوقت لازم ننسى السياسه بالمفهوم التقليدي، ومع انه هذه كمان في يمكن عند انه ايه ممكن الواحد يكون عنده انتقادات انه في اسباب تانية بتاثر بليش وصلنا لهون، بس انه بدنا اذا بدنا نفهم الارقام، بس نفهم الارقام بده يخلق وعي الواحد انه خي المصريات هولي شو يعني، انه اكس سرق المصريات، شو يعني انه الدوله نهبت مصرياتنا، انه بتلاقي مثلا اكاديميه ومع ناس سبوزدلي انه يكون لازم يكونوا فهمانين الوضع عم يحكوا عم بشخصوا الموضوع بطريقه، ترجع بتسمع النيردز بيقولك يا اخي المصاري اختفوا، اختفوا مش بس لانه انسرقنا وما بعرف شو، اختفوا لانه صار في مس مانجمنت للموني، لانه عم نستورد اكثر من ما عم نصدر، لانه ما في عم ننزف مصاري لبرا، بطل في مصاري. يعني لما يكون هذا الشيء اسمه thought terminating cliché. thought terminating cliché يعني كليشيه لنهي الفكر. واحد منهم لهولي هو انه شو صار بمصاري؟ انسرقوا. شو يعني انسرقوا؟ شو بك انسرقوا؟ كيف انسرقوا؟ لك انسرقوا. مين سرقون؟ لك شو ما بتعرف مين سرقون؟ انسرقوا. فهيدا كليشيه انسرقوا لنهاية الفكر. ما في فكر، ما في مثل end of the road، يعني ما في فكر بعد هذا الكليشيه. ايه فهولين فالنيردز ار اكشلي ديجينج ديبر انتو ذا نمبرز، عم بيحاولوا يفسر لك ليش او كيف وين باي طريقه كيف ممكن نعالج هالمشكل. وهيدا المشكل يعني لما يقول لك مثلا هني لما حدا بيطرح موضوع الهير كات فور اكزامبل، بيقوموا عليهم الناس اللي مش محزبين ومش سياسيه. انا عندي تلاميذ مثلا بيقعدوا على ريسنتلي بيسألوني شو يعني هيركات، كلياتنا حناكل هيركات، بقولن يا خيي and they're opposing it. طيب انه انت عندك انه بيقول انه above 500,000 دولار، طب خيي انت عندك 500,000 دولار يعني you know انه they're opposing something، يمكن اهليتهم يمكن يكونوا متعارضين لقاله، استفادوا من البونزي سكيم etc. بس الفكرة انه حتى من دون يعني ما في هال يعني ما بعرف كيف بدي اقولها، بس انه بيصير في عندك ناس عم بيدافعوا على شيء اللي هو الحل الانسب، لانه الحل اللي هلا عم بحطوه بعصنا كلنا. يعني اذا بتعمل مثلا هيركت بلبنان حتاثر ب let's say 2% 3%، مع انه هلا عم بيقولوا انه اكثر صارت، بس هيدي ابستراكتلي مشكله العالم كله عم بيعاني منها. مثلا ممكن تفكر هذا الشيء ما خصه، بس هو اجمالا نفس المشكله. هلا حاليا معظم الناس، مش طبقه كتير كبيره من الشعب العالمي، مصدق انه بيل جيتس اخترع الكورونا فيروس. ليش كرمال هو يرجع يخترع الفاكسين؟ ليش كرمال يحط بالفاكسين مايكرو تشيبس عمليتها مايكروسوفت؟ ليش كرمال يصير هو عنده مايكرو تشيبس بدم كل الناس بالعالم ويتحكم فينا كلنا؟ بيل جيتس اللي هو شخصيا يعني رائعه هالقصه، يعني انا سمعتها قلت لازم حدا يعمل انمي مثل جوست ان ذا شيل او شيء هيك بيحكي عن هالقصه الرهيبه. بس ما يعني اللي انا عم بحاول اقوله انه بوقت الكرايسيس، بوقت ما يصير في فعلا مشاكل، شيء كتير طبيعي انه الناس ما تقدر فعلا تفرق بطريقه منطقيه. واذا هذا الشيء ضارب البشريه كلها، كيف بدك لبنان ينجي منه؟ ترو. لانه برجع بذكر نحن وضعنا أسوأ بكتير من الميديا من وضع حضاري، اذا بدك تقارن بلاد اوروبيه. ايه من ما بعرف. وفي عطول هال دبل ديسكورس اللي انا ما بعرف ليش بيزعجني فور سم ريزن، انه as you were saying انه we are part of it. هلا شرحتها food for thought. I'll have to think about this in more detail. انه يعني فما بعرف كيف بده يخلق عباره عن او يخلق وعي من دون الفوقيه. هيدي الفوقيه اللي انه الفوقيه تبع الناس اللي ما انا عم بخلق هذا الوعي للناس، عرفت انه I'm feeding them، لانه الشعب ignorant. المشكله انه ما راح يسمعك. كيف يعني؟ what do you mean؟ جاهل لدرجه انه ما عنده الانترست او الحشريه، ما في حشريه. ممكن هذه الحشريه تتسبب من الجوع او من الفقر.
يصير مستوى الجوع والفقر والانهيار الاقتصادي والاجتماعي هي لدرجة انه بصير في حاجة للحشرية حتى يجي الواحد يسمع. بس غير ما هالحاجة تنتج من اسباب كتير طارئة، ما في واحد، الشعب اللبناني ما انه حشر كفاية لحتى يسمعك اصلا، حتى لو انت عندك شيء تقوله اياه. انت you're assuming انه في حشرية، بس هي مش بس منها موجودة، بس صعب كتير انه تنوجه. بس كمان لانه يعني غير على انه مخدرين سياسيا، مخدرين يعني حتى لو ما كان فيها التخمر، هذا اللي عموله انه حتى لو انت منك مخدر منك حشري. بس اقولك لما الواحد يكون انجع عم بيشتغل 600 شغله لحتى اللي يقدر يامن معيشته ساعتها وفقط ساعتها بس اذا هذا الشيء صحيح. بس اذا عم بيشتغل 600 شغله بلكي هونيك بصير في حشريه، بس لو ما كانت الوضع الاقتصادي والمعيشه هالقد سيء ما كانت نتجت هالحشريه. او لك انا شايفها بالعكس، انه من وراء الوضع الاقتصادي السيء العالم بالا بشيء تاني لدرجه انه ما إلى خلق تكون حشريه. صح، بس لما كل هذا الشيء ينهار ويصير الوقت انه ما عندك شيء الا انه تلاقي حال. ايه انه نبلش لما الشيء الشيء اللي بزعل انه قد ما يكون الحل غلط ومنه حل وصغير وما ما بيناسب لشيء، اذا موجود راح يتخذ. يعني انا اذا بدي لتر مي وعندي اظان عم بنقط نقطه كل نهار، راح روح اركض لعند الاظان اللي بنقط نقطه كل نهار لحتى يخلص هالتنقيط، ساعتها بفتش لحال. بدك تنطر لحتى فعلا ما يعود في طريقه ثانيه الا ان الواحد يشغل راسه. هيك الناس ما بتشغل. Which is what brings me to digital work. اللي قلته انه I don't know how to formulate the question، بس انه لانه بعرف كمان لبنان منه مهيئ الانفراستراكشر تبعه اتسترا، بس مش برايك انه it is a good opportunity انه بدل الشغل اللي انت عم تحكي عنه ننطلق أو نعمل شيء more digital based whatever this means؟ يعني أنه لما تقول أنت الشغل الhardcore شغل بالdigital economy مش لازم نبلش نفكر الhardcore شغل، أنا عم بحكي عنه من ناحية اجتماعية وسياسية، ما عم بحكي عنه من ناحية مش كناحية شغل لا مش من ناحية ما بعرف بنية تحتية نجار جبال، لا ما عم بحكي، بس أنا أنه عم بحكي أنه كنت أكثر عم حاول ركز على من ناحية سياسية واجتماعية. الشغل الديجيتال إيش شو موقفك؟ عمال اللي بدك يروح فتح فترت شو what do you think أو أنه كنطلع شوي شوي، لأنه هلأ مثلا في ناس عم بيقول في كتير opportunity تيتحسن شوي الوضع بلبنان etcetera، أنه في هال opportunities أنه نبلش الهيومن كابيتال سيرفيسز ديجيتال اتسترا. برايك في وفي ناس ار كولينج مثلا فور ديجيتال كرنسيز اتسترا اتسترا، يعني هلا ما خصه بالوضع السياسي، عم بحكي كاذا بدنا ناخذ مثل يعني انا بعرف انه مثلا كان عندك البيروت ديجيتال ديستريكت حاول فتره يعمل هذا الشيء ما قدر، في عندك بيروت ستارت اب ويك او شيء هيك، انه ما بعرف يعني بحس انه القصه قصه انه اجمالا بالتاك ما كتير عندك اشياء واقفه ضدك، عندك انت وكفاءتك اللي هو هذا هو الشيء الرائع بالتكنولوجيا بالشغل بالتكنولوجيا، انه اذا انت عندك فكره وكفؤ شو بده يقف ضدك؟ انه البنوك بلبنان بطاء، الانترنت شوي بطيء، طيب ما فيك تفوت الظاهر مصاري بسهوله، هذا كمان شيء كبير، هذا شيء كبير هيك. هذا شيء عملاق ايه مع ان ايه باي بال مثلا، مش بس تطلع وهذا يعني مثلا الباي اوتس، اذا ما عندك باي بال مثلا جمرود هذيك النهار كان بدي اشوف اذا يو وانت بوست ديجيتال كونتنت يعني مثلا بي دي اف بوك، ما بيدفع لك برات اليو كي واليو اس وكندا يمكن الا بباي بال، وباي بال ما في هون. ايه يعني لك انا ما كتير بصراحه بعرف انه هيدا هو الدومين تبعي، بس من ناحية الطبقة الاقتصادية بلبنان من ناحية التكنولوجيا ما كتير عندي خبرة. أنا أكتر أنا ليك أنا صار لي فترة طويلة، صار لي شي 6-7 سنين بشتغل أكتر ريسيرش، بعمل ريسيرش تشفير وعلمت بـ NYU سنتين
هيك بس يعني انا اكثر هلا عم بشتغل اكاديميك ريسيرش وار ان دي، عم بعمل ار ان دي ديفلوبمنت، عندي ريسيرش جرانتس من الاتحاد الاوروبي، واكثر من هالناحيه يعني انتربرينور شيب ما عاد كثير له علاقه. نو حتى اي اوكي and your story is a bit ابدا مش peculiar، بس انه ما بعرف انا شو كان your major، لانه I remember you from LU انا days. كنت عم بعمل philosophy كميجر. كميجر yeah. How what happened؟ فليت من لانه كنت بلبنان فليت وبعدين كنت بلبنان فليت بعد الحرب و 2006 يعني ضليت سنه وبعدين فليت رحت على كندا، خلصت ال بي اي طاوله هنيك فلسفي، بعدين كملت بي اتش دي هون بفرنسا وبعدين بفرنسا. And the shift to يعني هي بصراحه ما كانت شفت، لانه رغم انه انا طول الوقت عم بدرس فلسفي كنت عم بعمل كريبتوغرافي يعني مش ضروري بالجامعه، بس كنت عم بشتغل مع ريسيرشرز بهالمجال وكنت انا عم بشتغل عليه. فلما فت لحتى عملت بي اتش دي طاوله الناس بتشوف هذا الشيء كشفت، لانه الميجر طاولي كان فيلوزفي، بس انا بالنسبه لي ما كان شفت ابدا، كان هذا النكست لوجيكال ستيب يعني كان شيء كثير بريدكتبل وعادي. ان وفوت حالك بمشاكل قبل؟ ايه كنت شوي ناشط لما كنت صغير، عملت شويه شغل على حريه التعبير وكذا، وفي فتره كنت كمان كثير شجع ويكيليكس، هاي من زمان كثير يعني 2010 بلكي شجعتهم شوي زياده عن اللزوم، وهذا الشيء ادى لشويه مشاكل لما كنت عم حاول سافر، بس هي اشياء كثير قديمه، هيدي حتى ما ولا حتى بتذكر الانسان اللي كنته وقتها، يعني انه هيدي اشياء من 10 سنين واكثر. بس have you changed your ideas perspective على ويكيليكس وهيك اشياء؟ ما بقول تغيروا، بقول انه تعمقوا، لانه المبادئ بعدها هي المبادئ ما تغيرت. ليش شو هو المبدا اللي شجعني انه يكون هالقد قريب لويكيليكس؟ المبدا كان انه طلعوا هذا الفيديو اللي بفرج الهليكوبتر الامريكاني اللي عم بيقوي الصحفيه بالعراق، طلعوا وسربوا. انا شفت هذا الفيديو ذكرني كثير بشيء انا شايفه كنت بحرب 2006، انا كنت عايش بالضاحيه بحاره تحرير لما صارت الحرب، ولما صاروا هالاشياء قلت انه هذه مؤسسه عم تحاول تفرجي قد الحرب بشعه، فمن هالناحية أنا قلت هاي مؤسسة رائعة وبحبها كتير وكذا. وكرمال هيك أنا هالقد صرت شجع هالأشياء أمشي نفرجي قدي الحرب بشعة. هلا بالنهاية للأسف صار في كتير سوء إدارة لويكيليكس، ومش بس سوء إدارة بس صار في كتير ضغط كمان عليهم، يعني الضغط النفساني اللي وصل على أسانج مش بيضحك يعني، ما فيك حتى ترسمه يعني off the charts. وما أدرو اللي هو صراحة بعتقد ما حدا ممكن يقدر يعني يتحمل هالضغط، بس صار تصرفهم أكثر عشوائي وما عاد عنده نفس الأهداف السياسية اللي كنت أتفكر كعمل إياها. ومن هالناحية أنا صراحة يعني شوي ندمان، بحس إنه هيك ركضت بسرعة بدون ما أفكر بالموضوع، بس إنه الأشياء اللي خلتني يعني المبادئ اللي خلتني اتخذ هالقرارات واتقرر هالقد إن بعضها هي ذاتها، انه ايه انا هلا انا مع او ضد انه يتسرب اشياء من الدول لحتى تفرجي انه الحرب بشعة، اكيد كلها كل طول الوقت معها يعني تسربوا امبارح، بس انه غير هيك بعتقد انه كانت مرحله نوعا ما طبيعيه، يعني انه مين ما كان عمره 20 سنه 19 سنه وحاول يعمل تغيير سياسي بطريقه شوي جذريه. بس هلا هذا عن جد انا صار عمري حصير عمري 30 سنه، يعني هول الاشياء غريب، لانه انا انه في 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 عندي للاسف الشديد عندي صفحه ويكيبيديا و ضل يترشيهم انه يصححوها، بلا كثير اشياء غلط، بس انه احد الاشياء اللي موجوده فيها هي قصه ويكيليكس، هي الشغله الناس بتعرفني عنها بانه انا من هيدا صارت، يعني انه كانه الواحد عم يحكي لي انه تذكر لما كان عمرك 5 سنين وشو عملت، انه نطيت بالحقل ولحقتك العنزه ومش عارف شو، انا انه طب ايه بس كانه ماشي من زمان كتير، يعني ليه بعدك شايفني كولد عمري 5 سنين؟ كتير تغيرت. definitely shaped you in a way or another، يعني عطيتك perspective، يمكن لو ما اشتغلت او you haven't gone through this يعني عرفت
انه in hindsight انه it got you to where يمكن من وراها هاي قررت انه اوكي بدي اعمل بي اتش دي ان اي دونت نو يور بي من وراها كان كان اصلا عندي هذا الانترست اكثر اكثر صراحه علمتني كثير اشياء عن التصرف البشري وعن السياسه بالعالم وغير هيك يعني صراحه ادت لاشياء غريبه عجيبه مثلا through an extremely weird chain of events مرت عشيت مع Supreme Court of the United States صارت هالشغلة ايه بعرف بعرف very long story how was it عطونا وقتها pea soup وكانت سوتو مايور قاعدة على يميني وحيات الله هيدي يعني ما عرفت بدي خبرك اياها القصة ف all of this wouldn't have happened مثلا سافرت كتير التقيت بكتير ناس غريبين تعرفت على كتير محلات من العالم ما كنت عارفها وكانت فعلا يعني بعتقد عندي نوعا ما نوع من ما بعتقد أنا عندي life experience تعول واحد عمره 29 سنة طبيعي يعني فيني أقول هيدا الشيء بدون ما أكون مغرور بعتقد بكل بساطة هيدا بس الواقع وهيدا الشيء يعني هيك أكيد أنا كتير حمار بكتير طرق بس إنه قدرت أشوف موسوعة شوي كبيرة من العالم لحديت هلأ بس أكتر يعني صراحة لاحظت إنه الشغل السياسي غير الشغل الصعب واللي بطق الظهر واللي ما حدا له خلاق يعمله نوعا ما مش بس تضيع وقت بس ضحك على النفس ومنه صحي للذهن الذكي الرائق وأكتر اللي حسيته بيفيد واللي فعلا طريقة يعني مثل الواحد لما يكون عم يأكل جنك فود من ماكدونالدز أو هو يطبخ بالبيت معظم مش كل بس معظم الشغل السياسي السهل السنسيشنلست هو ماكدونالدز والشغل العلمي اللي قدرت أنا أعمله بآخر 5 سنين من حياتي كان فعلاً الطبخ اللي بالبيت المهم للصحة اللي بحسن لي في الصبح مرتاح وبنام هيدا عرفت إنه وهيدا الشغل صعب وما كتير ناس تهتم فيه بس عنده نتائج وبيصر إصرار مجيد على طريقة تفكير كتير صحيحة ما فيك تشتغل بالماتيماتيك إلا إذا طريقة تفكيرك صحيحة ما فيك by definition يعني True. فبتضطر تفكر صح هيدا الاضطرار مثل كائن فضائي بعالم السوشيال جاستس هيدا منه موجود يعني ولا حتى النوشن تاعيته ولا حتى فيهم يفكروا فيها يعني لهالدرجة alien كأنه عم تشوف لون بحياتك مش شايفه من قبل يعني برات ألوان قوس القزح بس هيدا الشيء أنا لقيته عنده قيمة أكتر رغم انه ممكن مثلا يكون ما عنده الامباكت الاجتماعي الديركت اكتر بس عنده امباكت وكمان لاحظت انه الصحة الذهنية الشخصية والرقة الذهنية الشخصية اهم من الرقة الذهنية تعيد الشعوب يعني الناس والجروبس لأن اصلا يعني نوعا ما للأسف شو ما تعمل رح يضلهم يخلطوا من ناحية او تانية الشغل اللي بقدره أكتر هو مش شغل بمساعدة أشياء مثل ويكيليكس أو كذا بس أكتر الشغل اللي قدرت أعمله من لما بلشت البي اتش دي تعولي هون بفرنسا ولهلأ هو اللي هي الأشياء focused on cryptography So أنا اللي بشتغل cryptography يعني تشفير أنا باحث بالتشفير ما يعني أنه مثلا تعرف انت على واتساب لما تفتح واتساب لاحظ انه اذا كمان عم بحكي مع الناس اللي عم يحضروا هذا الديكاف كويست عملوا شغله افتحوا واتساب مع حدا ما تكون حكي معه من قبل على واتساب يعني كونفرسيشن جديده واكتبوا مسج وطلعوا فوق شو مكتوب رح يكون مكتوب هيك مثل رساله باللون الاصفر انه في عندك end to end encryption بين هذا الشخص اللي انت عم تحكي معه شو يعني end to end encryption end to end encryption يعني تشفير هو انه هلا واتساب هي الشركة واتساب كوسيلة بتأمنها شركة فيسبوك يعني فيسبوك هي مالكة واتساب موظفين بيشتغلوا واتساب هن موظفين فيسبوك سيرفرات واتساب فيسبوك إلى آخره بس لأنه واتساب عنده تقنية التشفير حتى لأنه
واتساب ملكيته فيسبوك، اذا اجى مارك زكربرج بذاته بده يطلع على المكالمات اللي انا وياك حكيناها على واتساب، ما عنده القدره لانها مشفره، مشفره لدرجه انه حتى مدير الخدمه ما بيقدر يفك هذا التشفير. هذا هو الشيء اللي اسمه end to end encryption، وهذا الشيء اللي انا ركزت عليه مثلا بالبي اتش دي تاعولي، عملت برهان ماتيماتيكي للتشفير المستعمل بقلب واتساب وسيجنال وكثير اشياء ثانيه، وكان الاول من نوعه. وهلا عم بشتغل على انظمه لانتاج نفس هول البراهين بس بطريقه احسن واسهل، منهم فيريفبال مثلا او نويز اكسبلورر، وبروح على كونفرنسز وبعطي توكس كلهم هونيك بيكونوا ماتيماتيكيه او خبراء تشفير او هيك ناس. واجمالا هي كوميونتي يعني منا كبيره ومنا صغيره، بس هلا عم بصير عندها اكثر وعي من وراء كريبتو كرنسيز بيتكوين وما بيتكوين، اللي هو انا انه اوكي اتس ليجيتيميت بس منه كتير انترستينج بالنسبه لي. وهلا اخر شغله صارت هو انه مثلا لاعطيك انه اشياء بتصير بمجال، اخر بيج قصه صارت بمجالي هي انه هلا باوروبا عم بيحاولوا يلاقوا طريقه لحتى يعملوا تريسينج لمين عم ينعدي بالكورونا فيروس. يعني مثلا اذا انت انعديت بلكي مثلا الايفون تبعك بيكون عم يعمل، بيكون مثلا انت انا مثلا نزلت على السوبر ماركت طلعت على البيت وانعديت صرت عم بصعل وعم بموت وما عرف شو عم بصير لي. لما رحت على السوبر ماركت كان معي الايفون تبعي، الايفون تبعي بيقدر مثلا كان يشوف شو هن التليفونات التانيين بالسوبر ماركت ويسجل الاي دي تبعهم مثلا. اوكي بعدين لانه انا صار معي المرض فيني ابعت هاي الكولكشن تاعت الاي ديات لوزاره الصحه بفرنسا، وهن ساعتها فيهم يعرفوا كيف المرض عم يتجول، وهذا الشيء ممكن يساعدهم لحتى يحاربوه، وكمان يساعدني انا لالي اعرف انه كيف العادات وكذا. فهلا لانه اوروبا عندهم اللوكسري، عندهم وصلوا حضاريا لدرجه انه هيدا هو هيدا هي مشكله ات ميك سنس انه تنحل باوروبا، عم بيحاولوا يلاقوا طريقه انه يعملوا كل التليفونات اوتوماتيكيا تو تراك هالاشياء. هو اول سؤال انت بتسال حالك انه طيب وشو والخصوصيه، اذا انا تليفوني عم بشوف مين هن التليفونات الناس الثانيين اللي حوالي اوتوماتيكيا عم يبعث هالاشياء للدوله اذا انا ضد خصوصيتي حقوقي كذا. فصار في مجموعة من 26 طبيب 26 باحث بالتشفير بأكبر جامعات بأوروبا، منهم PFL ETH زوريك، جامعات بريطانيا وبألمانيا وكذا وسويسرا، وطلعوا نظام تشفير جديد سموه DP3T. هيدا النظام بيخليك تعمل هيدا التريسينج وكذا بس fully decentralized، يعني ما بيحكي مع الدولة إلا إذا في سبب لحتى يعطي المعلومات إذا صار في إذا أنت مردد أو شيء، ولما يعطي هالمعلومات ما بيعطي زيادة عن اللزوم معلومات. فهذا الشيء بيخلي الدول تشوف كيف عم يتجلى عم يتجول هذا المرض، بس نفس الوقت ما بتفضح لك أنت كل حياتك وكل حياة الناس بتحطهم على سيرفر ملكيته الدولة، في مثلا يخترقوا القراصنة مثل ما بصير دائما، أو تجي روسية مثل ما بتعمل أحيانا، ويعرفوا كتير معلومات ما بصير في هذا التخزين الخطير. فهذا بروتوكول بنسميه لما نخترع أنظمة من هالأنواع بنسميهم بروتوكولات، بروتوكولات تشفير. هذا البروتوكول اخترعوا وصار في عليه peer review scientific review كذا، أنا شاركت فيه وقررنا إنه هذا شيء منيح وشطور. فصار في منظمة اسمها PEPPPT Pan European Privacy Tracking Privacy لإدارة هيدا الشيء. بعد فترة هيدا it's a new controversy هلا حاليا عم بتصير، وعلى فكرة كتير blew up، يعني كتبت عنها أنا والناس كلها صارت تحكي عنها، ما توقعت يعني هالناس تهتم هالقد. بس هيدا ال PEPPPT خليني سميه PEPPPT Pan European Privacy Contact Tracing Initiative. فجأة they kicked out كل الأكاديميكس اللي اشتغلوا على DP3T وعلى هذا ال decentralized كلهم إلا مؤسستين. فهول الأكاديميكس they were kicked out
وكتبوا على هني عندهم تويتر يعني مثل كل الناس، كتبوا على تويتر إيه ما مش عارفين شو عم بصير، ما عندنا فكرة شو القصة، نزل الكاميرا شوي، ما عندنا فكرة شو القصة، ما عم يحكوا معنا، ورغم إنه طردونا بعدهم عم يحكوا مع الدول وبعدهم عم يحكوا مع الـ private institutions. فأنا أول شيء فكرت وقلت إيه هول هيئتهم اتخانقوا عم يعملوا دراما، وما كتير اهتميت بالموضوع. بس بعدين رحت سألتهم ولاحظت إنه لا، إنه actually كل هول الباحثين اللي أنا أصلاً يعني بعرفهم لأنه شغل معهم من زمان عم بيقولوا نفس القصة، وإنه لا they were apparently excluded هيك فجأة. which is a shame، لأنه هلا أنا عم فكر إنه طب كيف هاي ديبابيتي they excluded all the researchers وهن their standard is about to be adopted by Apple وجوجل. أبل وجوجل أعلنوا إنه رح ينشروا هذا البروتوكول على كل الأنظمة تاعيته، هو إنجاز، هو إنجاز عملاق. هذا الشيء ما بيصير، ما بيصير أبدا تقريبا، ولما يصير ما بيصير، بيصير بعد سنوات وحظ، عرفت؟ فصار بجمعتين مش أقل. فأنه ليش تابيتي، ليش البان يوروبيان برايفسي بطيخ بده ينكر هذا الشيء لأجره إنه أبل وجوجل رح ديغنا أدابت هذا البروتوكول ومليون شغلة لحتى هيك فجأة بس يحكي مع الدول وهذا. هلا أنا حكيت معهم عم بيقولوا إنه هن في إشاعات إنه بيبيتي بفضلوا إنه يعملوا بروتوكول منه ديسنترلايز، بروتوكول سنترلايزد لحتى الدول يصير عندها أكتر معلومات بحال احتاجتها بعدين. ليش؟ لأنه الدول أكيد مثل هو أصلاً شغلة الدول منها شغلة سيئة أو 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 منيحة، يركزوا على الأمن ناشونال سيكوريتي. اوكي هيدا تاريخيا حضاريا هيدي هي شغله الدول ناشونال سيكيورتي عراسي. طيب فهمنا، بس بلش يبين في شيء غلط لما يكون هذا هو تركيزك الوحيد، انه ما عم تطلع ابدا انت على خصوصيه الناس او على انه كيف تعمل تدير هالشيء بطريقه مسؤوليه. رحت انا طلعت على بي بي اي بي تي، اكتشفت عملت انفستيجيشن، اكتشفت انه هيدا اتس نوت ا يوروبيان افورت، اتس نوت ا يوروبيان انيشيتيف ابدا. يوروبيان حكيت مع رفقاتي باليوروبيان ريسيرش كونسل ما مش سامعين فيه، حكيت مع الـ European Parliament مش سامعين فيه، حكيت مع الـ European Commission مش سامعين فيه. طلع انه في واحد بزنسمان ألماني طالع من تحت الأرض اسمه هانس كريستيان بوس، هو اخترع هذا الشيء، راح لعند الـ institutions وقال لهم ايه مرحبا انا I represent the pan-European Europe كذا. صدقوه صار عنده a critical mass من institutions، فانه صار مثلا يجي بدل ما يدق لك يقول لك انا ريبريزنت، بقول لك انا ريبريزنت بس ايه، بس كمان انا اصلا عندي سبونسرز فراونهوفر و اي تي اتش زوريك وكول بوليتكنيك فيدرال دي لوزان وكذا. فانت دغري بتصدقه لانه اذا كل هالسبونسرز عنده مش بس اكيد هي ليجيتيميت، بس انا لازم اكون مقطع من هالليست احسن ما اكون هيك عند شادوز وما حدا عم يطلع فيه. هي ميد ذا هول ثينج اب، ولما صار عنده كريتيكال ماس اوف كريديبيليتي طرد كل الاكاديميكس وهي صار فوكست اون ميكينج ا كونتراكتينج سوليوشن فور جوفرمنتس. يعني راح من انه صار ريسيرش افورت صار ا كونتراكتنج افورت. فبتجي اجت الدوله الالمانيه طلع هو هيز ان ادفايزر فور ذا جيرمان جوفرمنت، اجت الدوله الالمانيه قالت له ذس از اول دوكيومنتد على بوست اي 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 سو اي سو ذا بوست ات واز بيكت اب باي فرنش ميديا جيرمان ميديا كتبت بلوج بوست. طلع انه هو قبل بيومين من ما هيدا الطرد طاوله اكاديميه عم بصير عاطي كثير بريس انترفيوز وقال انه we believe that a centralized solution is the best idea for Germany. عم يشجع centralized solution. ويوم السبت بعد ما نشرت انا بلوك بوست تعولي indeed نشروا بروتوكول جديد completely new that's fully centralized. يعني من اول ما انت تبلش تعمل tracing وانت تليفونك عم يتعاطى مع سيرفر للدولة. عرفت؟ وسؤال بس، اذا انت عندك الكونسنسس تعول 26 researcher بكل البلدان تعول اوروبا نوعا ما، وإذا عندك بروتوكول obtained through that consensus وعنده peer review و is going to be adopted by Apple and Google، طيب why would you، ليش أنت بدك تحط هذا الشيء على جنب لحتى تعمل شيء centralized؟ ليش بدك تزد هال enormous collection of achievements، يعني إنه ما بحلم فيها أنا هيدي، لحتى تقول آه سوري هذا كله ما له عازل؟ لأنه your government partners your private industry partners قالوا لك هذا ما بيمشي معنا، you weren't able to square that مع academics or researchers. But you start over with a centralized approach while trying to maintain the legitimacy that you had as a pan-European effort. هو أصلا منه pan ولا European ولا effort. فأنا كنت اللي فضحت كل هالقصة. وهيدا يوم الجمعة نشرت أنا بلوك بوست تعولي
هذا الويك اند انفجارات يعني انه عمل 20 بريس كونفرنس بابيتي افورت وكل خسر كل الاكاديميك سبونسرز تعوله طلع alternative proposal which was completely lambasted طلع عنه counter هيدا وهلا قدينا احنا صرنا الساعه قصت الساعه 2 وهيدا فمن 45 دقيقه نشرت انا وصل لي علم ان ادفانس نشروا رساله public letter عم حاشوا زفين لقيها public letter ماضيه 300 خبير تشفير 300 خبير تشفير اللي هو اجمالا بعتقد يعني 70% من خبره التشفير بالعالم ما فيها لاد مننا ضد السنترلايزد افورت قالوا لي رح ينشر على الساعه 2 بس كنت عم بحكي معك خلينا نشوف فين لاقيه مثل ما كنا عم نقول من قبل هلا على الساعه 2 نشرت رساله مونديه من 300 عالم ومشفر خبير تشفير وكانت عم بتقول انه لازم يكون في اكثر فوكس على decentralized privacy preserving approaches وايش من هالنوع وايه يعني اجمالا هذا اللي صار My question is ليش decentralized اصبط لان and it seems to be obvious لانه منهم ما دغري عم ينبعث كل شيء على centralized server بس وال decentralized how is it any better يعني كيف انه فيك تضمن انه ما عم يوصل لانه ما عم ينبعث كل شيء لcentralized server والاذر داتا وين يعني الباقي بتنبعت بس وقت الحاجه مش باي فيرتشو اوف يعني مش انه البروتوكول ما بيشتغل اذا ما انبعتت لانه سنترلايزد ابروتش اتس اسيومينج انه هذا السيرفر حياته اتس نيفر غانا مس مانج ذا داتا نيفر غانا بي كومبرومايزد اسامبشنز ما فيك فعلا يكون عندك اياها اوكي بس انه سنترال يعني ديسنترلايزد ان لأنه ناس مثل حكايتي ما بيفهم شيء بالمرة how can you prove أو ما بعرف how to even formulate a question hello مجرب نط yeah I told you لازم ينعمل له guest يعمل guest appearance I don't know what he thinks about oh مظلوم كتير yes cute لا how do you يعني الداتا لما تقول decentralized it's encrypted and decentralized is it انه بيكونوا مثلا مفرطة على كل ال لا ليك بيكون كل ديفايس عنده locally على الديفايس على الايفون في ليستا تقول كل الكونتاكتس واشياء من هالنوع وعم بيعمل هو processing عم بيشوف مع مين انت التقيت وكل الايدنتيفايرز اللي عم تنشر بين ديفايسات هني انونيمس يعني انا لما تليفوني يشوف تليفونك ما رح يقول له هاي انا التليفون تعول محمود رح يقول انا تليفون ام عرفت وبيضلوا تليفون ام بعدين بس انه ما في ريليشن شيب بين ام ومحمود ولما انا ابعت هولي لما انا انعدي واقول انه حط بتليفوني ايه انا انعديت وعم موت هلا حاليا لما بيبعتوا بس المعلومات اللي لازم تنبعت للسيرفر مش كل شيء طول الوقت والسيرفر مش ضروري كمان يعرف الايدنتيتي تاعول الناس اللي انا التقيت فيهم بس ضروري بلكي يعرف انه شو هن الايدنتيفايرز وين كانوا محطوطين وشو هن الفريكوينسي اوف ميتينجز مثلا واي واحد منهم كان مريض أو, او 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 ممكن يعدي فهيك فينا نعمل خريطه نعمل تريسينج للمرض للكورونا فيروس بدون ما نشحن معلوماتنا بدون سبب او حاجه للدوله طول الوقت going back للفيسبوك او واتساب question and this is انا من منطلق فلسفي لانه على طول مندرس هالمواضيع بالاثكس وهيدا two things لأنه قلت لي ما فيهم يوصلوا لهالمعلومات لما يكون مثلا لما يطلبوا منك جهة governmental أو security etc أنه تعطيهم معلومات عن شخص عامل مثلا مرتكب جريمة أو مختلس أو ما بعرف شو إذا عم تقول لي ما فيهم to access my, يعني I have two questions one
What do you think, في شيء معمول بهالطريقة إنه مثلا إذا في مجرم أو حدا مساوى بيعطوا معلوماته فيسبوك للـ FBI؟ حسب شو عم تستعمل. مثلا لأقول لك شو عم بصير. لأعطيك مثلا, أبل عندهم تشفير على اي مسج. إذا أنت بتستعمل اي مسج وعلى اي مسج قلت امشي نقتل البشرية, ما فيهم يعطوا هذا المسج للدرك أو لأنه مشفر. بس نفس الوقت ليش أبل ما بيشفروا الباك أبس تعولوا؟ لما أنت تعمل أنت اي كلاود باك أب للتليفون, تعرف أنه في عندك أنت فيتشر تعمل باك أب لكل صورك وكذا. هيدا كان في خطة بأبل لحتى هذا الشيء يتشفر, وصار في ضغط من اتجاه الـ FBI أنه إذا بتعملوا هذا الشيء شغلنا رح يصير صعب لدرجة أنه ما رح نقدر نلقط ولا مجرم يعني. وهيدا الضغط هو اللي وقف تطبيق التشفير على الباك أب, على تقنية الباك أب بالآيفون. هذا اللي عم بصير. بس هل التقنيات اللي موجودة بقلبها خلل؟ لا مش صحيح. هو بالفعل ايه انه اذا اجوا التحري بدهم يعرفوا شو عم بصير بقلب واتساب, ما فيهم ما فيهم. طب ما فيهم. يعني تعمل مثلا بلوتينج لشيء معين ما بيلقط؟ ايه فيك تعمل, فيك تنسق اغتيال على واتساب وما فيهم يعرفوا. طب isn't this, بس في اكسبشن, في اكسبشن, في شركات مثل مثلا هاكينج تيم او NSO جروب او هول النوع. هول الشركات مختصة بانه يكتشفوا خلل بنظام التشفير المطبق. يعني بيكون مثلا نظام التشفير المطبق بطريقة انه اذا تعمل شيء معين ينفك التشفير. هلا هيدا الشيء المعين ما بيكون محطوط لانه باي ديزاين, بيكون ما حدا عارف عنه, بيكون حتى احيانا خبراء التشفير مش عارفين وجوده. يعني هول الناس شغلتهم انه يعملوا اكتشافات علمية احيانا وتقنية عامة جديدة لفك أنظمة التشفير اللي الناس مفكريتها ثابتة. لأنه أنظمة التشفير مثل كل شيء يعني فيك دائما تحسنه, أحيانا بيكون قلبه خلل, وأحيانا بيكتشفوا خلل مثلا بنظام تشفير واتساب وبيصير عندهم القدرة أنه يفوتوا على الواتساب تبعك حتى من بلد تاني. بس هالإشياء نادرة لدرجة أنه إذا أنا مثلا هلأ حاليا عندي خلل بفك تشفير واتساب, فيني بيعه على السوق الأسود. بعتقد فينه اطلب حقه شي 10 مليون دولار, شي من هالنوع. قد منه نادر, لا ومش بس قد منه نادر, قد منه عنده فاليو. تخيل قد ايه يعني بصير انه فيك تفوت على حيالله واتساب, هذا شيء فيك تخيله يعني. فهول اشياء نادره وغاليه وما بتصير دائما, وحتى اذا صارت اجمالا اذا انا عندي هذا الشيء ما راح استعمله دائما, لانه كل ما استعمله بصير الارجح انه ينكشف, واذا انكشف يعني بتصلح, يعني ما بعد له عازه. كل شيء سنة بيطلع خلل واتساب وبيصلحوه, بيرجع السنة الجاية بيطلع خلل تاني وهيك. ومش بس واتساب, يعني أنا بحكي واتساب لهذا أكثر شيء متداول, بس فيس تايم, آي مسج, سيجنال, كلهم هون كل هالقطة. بس مش هذا بيخلي الواحد, بيخلي يعني as someone كمان عم بيشوفها من برا هيك, إنه isn't this, ما بيعطي هذا الشيء justification, إنه justification مش بالمعنى الethical, عم بحكي بالمعنى الشغل لناس مثل NSA وهول انه يتجسس. هيدي شغلتهم, هيدي شغلتهم. This is why they do that, no? انه لانه بكل واحد انه ايه you're invading my privacy. طب ليش ما بيوصلوا مثلا على, ما بعرف, again انا ما بفهم بهالاشياء هاي, بس انه ما يصير فيها البرايفسي ايشو انه حدا is breaching your privacy. لانه في لانه في فرق بال وجهة النظر مختلفة كتير. الناس اللي pushing لهالقد يكون في end-to-end encryption, وجهة نظرهم انه الدولة بحياتها ما لها شغل تفوت على الواتساب تبعك. وانا شخصيا كتير sympathetic لهالوجهة النظر, لانه عندي خبرة قد ايه يكون في فساد بالدول, والدولة شيء كتير centralized. اذا حل صار في فساد فيها ما فيك تروح لعند دولة تانية, يعني انه خلص دولتك فسدت, مؤسستك فسدت. بس من نفس الوقت بتفهم يعني عندك وجهة نظر تانية انه ايه كيفنا نلقط القتلة, تاجرين المخدرات, البيدوفايلز, كل هالناس كيفنا نلقطهم. وايه انه هذا هلا كتير في عندك ناس بيشتغلوا بالتشفير بيقولوا لك ايه بس هذا الشيء ما كتير بصعب. اوكي بصعب كتير,
وما عم يحكوا امتيازهم ناس بيشتغلوا بالاف بي اي وكذا لما يقولوا لك انه ما عم نقدر على هذا عم يصعب لنا شغلنا. صحيح انه عم يصعب لهم شغلهم بس بنفس الوقت يعني بعتقد انه في عندك تقنيات تحري صار لها موجوده الفات السنين فيك تستخدمها لحتى تعرف السوشيال نتورك تاع الشخص العلاقات تاعوله مع مين بيحكي ايمتى حكي مع اي شلين باي وقت. وهول الاشياء ما بيحميها التشفير. يعني انت فيسبوك بيعرفوا مع مين انت عم تحكي, بيعرفوا ايمتى انت حكيت مع مين, بس ما بيعرفوا شو قلت شو قلت. هذا بنسميه ميتا داتا. وقال عطى توك مدير السابق تاع الـ NSA وقال انه نحن بنعتمد على الميتا داتا لدرجه انه بنقتل ناس بنيا على الميتا داتا لانه احيانا ما عندنا, فانه بيكون مثلا في واحد مشتبه فيه ارهابي بشي محل كذا وعندك بتعرف انت وينه فيك تطرق درون, عرفت. احيانا بياخذوا هذا القرار based on metadata which is not a good thing. It's a strange thing. It's not a good thing. It's not exactly good or it's not exactly bad. It's غريب غريب. It's something that needs to. It's surreal. بدك تفكر فيه يعني شيء كتير غريب وهيك. It's unsettling. Yeah, ما بالضبط. This is why عطول بهيك. Yeah, especially the ethics classes, I show them episodes, مثلا من Black Mirror وهيك أشياء to think about this, لأنه في ناس حتى إنه منهم يعني بيكون إنه بيقول لك إيه لا وشو وين المشكلة بالprivacy, إنه إيه خي ما عندي شيء خبيه يا خي, it's not about ما عندك شيء تخبيه أو عندك شيء تخبيه, it's about كائن إنه you know there's a privacy issue there. بس كمان بنفس الوقت I for some reason I just thought على مثل إنه فين يلجأوا لأشياء تانية, إنه أنت هلا إذا you go completely off the grid ما حدا في يعمل ما حدا في يلقطك. It goes both ways. يعني فين يمحوك بدك تكون كتير شاطر. مثلا في عندك مثلا تعول بتعرف سيلك رود من كم سنة في واحد ويب سايت اسمه سيلك رود. هذا الويب سايت كان ببيع اللي بدك إياه, فيك تشتري منه مخدرات, فيك تشتري منه باسبورات, فيك تشتري منه بطاقات هوية, فيك توظف هيتمان عليه للويب سايت اشياء هيك. وضل عدة سنوات ما انلقت. ليش؟ لأنه لا تدفع كان عم يستعمل بيتكوين, ولا تفوت على الويب سايت كان لازم تستعمل تور اللي هو تقنية تشفير بتخليك تستعمل لبسطها كتير, بتخليك تفوت على الويب سايتات بدون ما حدا يعرف انت مين وهيك بالسر تفوت على الويب سايت. فهيدي التقنيات التشفير نوعا ما قوية. بيتكوين عنده قوة معينة وتور عنده قوة معينة فقدر يمشي هيدي الخدمة اسمها سيلك رود شي 3-4 سنين مع وقت طويل. يعني آخر شيء كمان شو كيف كمان شو كان بطريقة كتير هبلة. أول شيء في واحد من البياعين على سيلك رود أو أكتر من واحد كان اصلا هو FBI كان عم يدعي انه هو بياع, وتقرب اكثر واكثر على مدير سيلك رود واكتشف انه هو مدير سيلك رود بيستعمل نيك نيم مره استعمله على فورم على الانترنت من 12 سنه هو صغير كتير وهيك عن جد هذا اللي صار. ومن هاي الطريقه عرفوا انه هو عايش بكاليفورنيا, لقوه ببابليك لايبراري بكاليفورنيا وراحوا بدهم يلقطوه. هلا كانوا يلقطوه لقوا قاعد هو قاعد على كمبيوتر, طيب عم يشتغل على كمبيوتر. هلا هن عارفين انه هيدا ما دامه هو بيعرف شوي بالتشفير ممكن يكون عامل انه اذا طفى كمبيوتره يعني بيتقفل, يعني بصير ما فيهم يفتحوه الا اذا عندهم الباسورد وما فيهم هن يجبروه يعطيهم الباسورد. ف اللي عملوه انه اجوا اثنين بيشتغلوا بالاف بي اي شاب ومره وعملوا حالهم عم يتخانقوا باللايبراري انه انت ما بتحبني لا انا بحبك كثير لا انت عم تخوني. قعدوا يعملوا هيك عن جد قعدوا يعملوا خناق. قام هو راح لحتى يشوف شو القصه, قام سرقوا له لابتوبه ووقفوا. اوف
ايه هلا I just checked it out, Silk Road Marketplace. هذه ما اسمه راس اولبريكت الزلمة اللي كان ماشي. ايه واو. عيش كتير تشوف كتير. أنا بس هذه for some reason ذكرني باليونابومر, ما بعرف إذا شفت ال بيشبه بيشبه شوي البروفايل إنه لقطوه مش for anything except for الخط وال terms اللي بيستعملون وكيف يكتب ال شو اسمه forensic linguistics or something of the sort. إنه هي إنه هول كل هالأشياء ميتاداتا social tracking forensics كل هالأشياء هول إنه شو وقفون تشفير يعني لا ما وقفون بيصعب الوضع بس بنفس الوقت يعني أنا بعتقد إنه لازم يكون لازم نكون عم نلقط القتلة. أنا معك يعني ماني ضد ماني مانع إنه تلقط القتلة بس بنفس الوقت بعتقد إنه ما لازم ننسى إنه إذا أنت حطيت خلل بالأمان تاع الواتساب يعني حطيت خلل بالمكالمات تاع مليارات النسمات على الأرض ومش بس هيك حطيت الشخص يعني المؤسسة اللي تتحكم بهذا الخلل هي مؤسسة قد ايه يعني 100 شخص ماكسيموم 200 300 يعني عندهم اكسس له هل كم دزينة ناس لازم يكون عندهم القدرة لحتى يكون عندهم تجسس هالقد عملاق لأنه صحيح أنه التكنولوجيات الجديدة خلت الناس تتكلم وتتبادل معلومات بطريقة ممكن الـ FBI أو مش بس يعني كل أنظمة الأمن العام بالعالم ما قدرت توصل يعني سريع على درجة ما بيقدر يلحقها بس كمان البوتنشل للتجسس اللي هي بتعرض بعض عملاق أكتر فلازم نتجنبه. إيه إنه كمان فكر فيها يعني إذا عم نحكي قبل الإنترنت وقبل كل هذا إنه كانوا they always found a way إنه كانت سهلة تكتشف هيك أشياء بس إنه بيعدوا بيعملوا كمان إنه كانوا يشفروا المسجات طبعا يعني you could easily plot كمان an attack إنه this is how it always has been إنه بالعصر الذهب الإسلامي كانوا يشفروا ال medical records تاعوا للناس على الإيد. Interesting. إنه حتى كمان إذا بدك تعمل الأتاك إنه كمان حتستعمل مسجات مشفرة وخل إيه so it's it's food for thought كمان لأنه ما بعرف هوني وين بقى بيجي كامبريدج أناليتيكا بالموضوع وفيسبوك وكيف وليش وهالقد كانت خطيرة. بدنا نكمل بعدين صار لنا ساعتين على الاتصال لازم. لا 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 of course of course بس إنه this is I don't know if you have any other thing to say, man. صار لي وقت كتير عم بحكي. بدي روح أشرب ماء. Okay. سك. Suggestions, advice, something along the lines, ولا خلاص. نام بكير وفيق بكير وعمل رياضة الصباح. حاول ما تأكل بين الساعة 9 بالليل والساعة 1 الصبح. بلش اول يعني تروح على الساعه 1 عن جد اذا بدك اعطيك نصايح لا انا اي دو خفف كثير نشويات وبس هيك عم ينزل وزنك انا عم بعمل بعكسك وعم ينزل وزني كمان بس هي اكثر هو اللي ما كان خصهم بالوزن هو اللي اكثر صحه صحة you think على internally بيكون كلياته مشاكل. Thank you very much. I enjoyed the chat. And خلي ديفي كمان يقول باي. Yeah. What's his name? ديفي. سمى باسم ويتفيلد ديفي اللي هو اللي اخترع التشفير الحديث. Oh. 1978 ببيبر اسمه New Directions in Cryptography. Nice. هو ومارتن هيلمان ورالف ميركل. Interesting on the side. Thank you very much, man. طيب. And قل لما يصير الابيسود اونلاين. We'll talk, yeah, definitely. هلا we'll talk later. Cheers, man. Bye.